السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا بناتنا الأعزاء طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج مدرسة على الهواء ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. كل عام وأنتم في خيرات وطاعات وصحة وعافية، أوقات مباركة ندعو فيها الله أن يستجيب الدعاء ويرزقنا بأعلى الدرجات يا رب يا رب يا رب في جميع المواد، ويا رب يا رب نقفل 60 من 60 في الجيولوجيا والعلوم البيئية. نبدأ لقائنا برضو مجموعة نصائح لأبنائنا وبناتنا الطلاب في هذه الفترة العصيبة من العام الدراسي. يمكن بنأكد انسى أي حاجة وركز مع مذاكرتك، مذاكرتك هي هدفك، هي طريقك لتحقيق الحلم اللي الكل بيتمنى اللي انت تحققه وتصل للمكانة اللي انت عايزها ان شاء الله. ببص بلاقي الفترة ديت البعض بيقول يا ترى التنسيق هيجي سهل ولا درجاته هتبقى عاملة ازاي، يا ترى الامتحانات عاملة ازاي. امانة عليك ركز في الخطوة اللي انت فيها دلوقتي، خلص المواد بتاعتك، راجعها كويس، حل اكبر كم من الاسئلة، اتدرب عليها كويس جدا، انسى اي حاجة تانية. احنا ماشيين خطوة في خطوة، لما نبتدي الامتحانات ونشوف بقى الدنيا ماشية ازاي، ربنا يوفقك ان شاء الله ويحقق كل ما تتمنى. النهاردة بنكمل لقائنا مع باقي أسئلة بوكلت الثالث اللي هو كان نازل على موقع وزارة التربية والتعليم، أجبنا عن معظم البوكلت في لقائنا الماضي. النهاردة هنكمل باقي الأسئلة وإن شاء الله نحاول نخلص مع بعض البوكلت الثاني والبوكلت الأول إن شاء الله. تعالوا كده نشوف كده لقائنا النهاردة ونشوف بعض الأسئلة المتنوعة. تعالوا كده نبدأ بالسؤال الآتي، بيقول لي كده معايا، بيقول لي ما النتائج المترتبة على تباين الظروف البيئية على مدار الزمن الجيولوجي؟ ما النتائج المترتبة على تباين الظروف البيئية على مدار الزمن الجيولوجي؟ كلنا بنعلم أن الحياة اختلفت والظروف البيئية اختلفت خلال 4600 مليون سنة من عمر الأرض. أدى ذلك إلى إيه؟ خلال الفترات الطويلة ديت من عمر الأرض حدث تنوع للمجموعة الحياتية والحيوانية والنباتية، ترتب على ذلك في بعض الفترات تكدست فيها الأحياء في بعض المناطق على سطح الأرض. بمعنى كلنا بنلاحظ في هذه الفترة مثلا بنجد ان الغابات الاستوائية مكدسة بالأحياء، بينما الصحراء ومناطق التندرة بيندر فيها تواجد هذه الأحياء. بنجد ان مع التغيرات البيئية تحدث تغيرات وراثية تؤدي بعد فترة من الزمن الى ظهور انواع متطورة اكثر تكيفا مع الظروف الجديدة التي تحيا فيها الكائنات حاليا على سطح الأرض. سؤال آخر بيقول لي فسر يختلف الميسكوفايت عن البيوتايت. الميسكوفايت بيختلف عن البيوتايت، معنى انه بيقول لي يختلف، يبقى كأني بيقول لي قارن بالظبط كده ما بين ميسكوفايت والبيوتايت. تعالوا كده نشوف مقارنة بسرعة بين المعدنين دول ونأكد عليهم كده بسرعة. الميسكوفايت بيسمى ايضا طبعا كلنا بنعلم انه بيسمى المايكا البيضاء، بينما البيوتايت بيسمى المايكا السوداء. تعالوا نشوف التبلور بقى، يا ترى الميسكوفايت بيتبلور متى؟ بنجد انه بيتبلور بعد الفلسبار البوتاسي على طول، بينما البيوتايت يتبلور بعد الانفيبول. اما الميسكوفايت يتبلور قبل مين بالظبط؟ قبل الكوارتز. البيوتايت يتبلور قبل الفلسبار البوتاسي. درجات الحرارة بنجد ان الميسكوفايت بيتبلور في المراحل الاخيرة من برودة الصغير في درجات حرارة منخفضة نسبيا، بينما البيوتايت يتبلور في درجات حرارة متوسطة نسبيا. الميسكوفايت لونه فاتح ليه؟ بيدخل في تركيبه السيليكون والبوتاسيوم، بينما البيوتايت بيدخل في تركيبه الحديد والمغنيسيوم. معنا اتصال من يوسف من اسيوط، اهلا وسهلا بك يا يوسف، منورنا في حلقتنا النهارده. تعالي نسينا صوتك كده، يا ريت صوت واضح شويه. الاقطاب المنعكسه والاقطاب العاديه، يعني ايه الاسباب الاقطاب المنعكسه؟
الاقطاب العاديه، الاقطاب المغناطيسيه المنعكسه والاقطاب المغناطيسيه العاديه. عايز افهم معايا. طيب عايز اعرف الرسومات المقبوله رسمي ايه؟ الرسومات المقبوله اعرف ارسمها. تمام طيب خليك معايا كده يا يوسف. بالنسبه لجزئيه الرسومات يا جماعه، ناس كتير بتتكلم عن موضوع الرسومات ده. امانة عليكم طبعا احنا لما يجي لنا رسم في الامتحان دايما جرت العاده ان مفيش رسم مجسم يجي لي في الامتحان يطلبوا مني ان انا ارسمه. ما يجيش مثلا يقول لي وضح بالرسم الانظمه البلوريه، معلهاش بيانات وفي نفس الوقت كلها رسومات مجسمه. طيب الرسومات اللي هي فيها بيانات كتيره، طب ما النهارده مثلا دوره الصغور فيها بيانات كتيره، لو انا ما كتبتش بيان او اتنين هيتعامل معايا ازاي؟ فحاجة زي كده معنى ان فيها بيانات كتيره ممكن تيجي لي مرسومه جاهزه ويقول لي كمل البيانات الناقصه او اكمل الارقام الناقصه. طب اركز على ايه بالظبط؟ همسك رسومات المنهج اللي هي غير مجسمه اللي هي فيها بيانات قليله وابتدي اتعامل معاها بحيث ان انا ممكن اتدرب عليها كويس جدا. واحنا ان شاء الله في لقاء قادم ان شاء الله هنبتدي نمسك الرسومات ديت واحللها لكم وارسمها لكم رسمه من اول وجديد تاني ان شاء الله. بالنسبة بقى لجزئية الأقطاب المغناطيسية، تعالوا كده نلاحظ مع بعض الجزئية ديت ونركز معايا فيها شوية. أنا عندي مناطق في قيعان البحار والمحيطات تسمى مناطق حيد وسط المحيط. هذه المناطق بتصعد فيها الماجما باستمرار، وهي نتجت زي ما كلنا بنعلم نتيجة تأثير دوامات تيارات الحمل الصاعدة. بنجد ان كل ما بتطلع الماجما بتبتدي بتطلع في الشقوق الجديدة ديت، في الشقوق المتكونة ديت بتبتدي تضيف صخور جديدة بهذا الشكل، تضيف صخور جديدة على الجانبين. لو الصخور دي كونت في الفترة الحالية زي ما هو واضح عندي هنا دلوقتي، يبقى ديت بتشبه الاقطاب المغناطيسية الحالية للارض. طيب في صخور على الجانبين اقدم منها شوية، الأقدم دي تكونت وقت انعكاس اتجاه تيار الماجما داخل لب الأرض الخارجي، فدي كده لو دي اتجاهها تشبه الأقطاب الحالية دلوقتي، دي كده تعتبر أقطاب منعكسة مخالفة للأقطاب الحالية. طب الأشرطة اللي قبلها بالشكل ده كده هنجد إن هي الشريط اللي من هنا واللي من هنا بالشكل ده كده بيبقى ليهم نفس العمر ونفس الاتجاه المغناطيسي. الشريط ده والشريط ده بيشبهان الشريطين اللي هنا دول في نفس اتجاه المجال المغناطيسي، لكن الشريط ده والشريط دوت يختلفوا عن الشريطين اللي قبلهم بهذا الشكل. طب وبعد كده بص بالليل، أقطاب مغناطيسية منعكسة هنا وهنا بهذا الشكل، وبعد كده بنجد أقطاب تشبه الاتجاه الحالي، يبقى ده منعكس وده منعكس وده بيشبه الاتجاه الحالي بالشكل ده كده. ممكن نعمل حاجة بس صغيرة كده ونسأل عليها كم كبير من الأسئلة. طبعا ده كده الفاتح ده يعتبر قطب منعكس هنا وهنا بالشكل ده كده. تعالوا نرقم الأشرطة دي كده مع بعض بسرعة. لو أنا قلت ده الشريط رقم واحد وده الشريط اتنين ده تلاتة ده أربعة ده خمسة ده ستة ده سبعة ده تمانية ده تسعة ده عشرة ده 11 ده 12 بالشكل ده كده. طيب وبعدين لو جه قال لي مثلا عندنا الشريط آخر 13 بهذا الشكل، لو جه قال لي مثلا الشريط رقم 3 له نفس عمر ونفس اتجاه المغناطيسية لأنهي شريط بالظبط؟ يوم ما بعد منين معايا؟ طبعا البعض هيعد من الأول من هنا، أنا عديت شريطين وعد من هنا شريطين، الكلام ده غلط، ولكن أبدأ من منطقة حيد وسط المحيط. هشوف أنا عشان أوصل لتلاتة ده مشيت كام شريط؟ أدي شريط 2 3 4 أدي 5، يبقى 3 ده من نفس عمر مين؟ نعد برضو من هنا، ادي 1 2 3 4 ادي 5، يبقى الشريط ده 3 من نفس عمر الشريط رقم 12 هنا، يبقى ليه نفس العمر نفس المغناطيسية نفس اتجاه المغناطيسية وشدتها. طيب لما امسك مثلا بيقول لي كده
في جانب واحد من جانبي حيض وسط المحيط. الصخور هنا، هل الصخر ده الشريط ده نفسه عمر 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 ده؟ نقول لا، ولكن في الجانب الواحد الأشرطة لها أعمار مختلفة ولها اتجاهات مناطيسية مختلفة زي ما احنا شايفين. طيب على جانبي الحيض، الجانب ده بيماثل الجانب الآخر تماما في اتجاه المناطيسية والتغيرات المناطيسية. التماثل اللي وجد على جانبي حيض وسط المحيط بين الأشرطة المختلفة، بمعنى 5 يماثل 10، 4 يماثل مثلا 11 عندي هنا، 4 يماثل 11 عندي هنا، 3 يماثل 12، ده بيؤكد ان هذه الأشرطة قديما كانت متصلة معا ثم انفصلت نتيجة حدوث تباعد نتيجة الانجراف القاري. نرجع كده أبنائنا بناتنا الطلاب ونشوف كده سؤال آخر معنا في مراجعتنا النهاردة كده مع بعض بسرعة. نشوف كده بيقول لي ما النتائج المترتبة على تعرض الصخور الطينية لكل من أول حاجة الضغط ودرجة الحرارة، تاني حاجة الضغط فقط. كلنا بنعلم أن الصخور الطينية عندما تتعرض لضغط وحرارة بيحدث لها عملية تحول. أول ما بتتحول على طول بتتحول إلى صخر متحول متورق بيسمى الشيست أو الشيست المايكائي. طبعا هذا الشيست بنجد إن بيتميز إن البلورات بتاعته جميعها بتبقى بلورات متورقة نمت في الاتجاه العمودي على الضغط. نجد أيضا أن هذه البلورات بفعل الحرارة كلها على شكل رقائق أو صفائح متوازية متصلة معا غير متقطعة. بينما عند تعرض الصخور الطينية للضغط، تضغط هذه الصخور معا نتيجة ترسبها فوق بعضها البعض بيؤدي إلى أن هذه الصخور بيحصل لها عملية تحجر أو تصخر وتظهر فيها صفة التورق ويطلق عليها اسم الطفلة أو الطين الصفحي أو الصفائح. يبقى عند تضغط هذه الصخور الطينية نتيجة تراكمها فوق بعضها البعض بنجد أن هذا التضغط يؤدي إلى تحجرها، يؤدي إلى تصخرها، فتكون صخر رسوبي يسمى الطفلة أو الطين الصفحي أو الصفائح. نرجع لسؤال آخر بيقول لي كده تخير الإجابة عن ألف أو ب. طبعا بنفس المبدأ بنأكد مع بعض لما بيجي لي جزئيتين ألف أو ب بحدد الجزئية الأسهل بالنسبة لي وأبتدي أجيب عن 45 جزئية بتوعي لحد ما بخلص نهاية امتحاني وأبتدي أزود براحتي جزئية جزئية. بيقول لي عرف علم البيئة، عرف الانتحاء. طبعا كلنا بنعلم أن علم البيئة بيعني بدراسة التفاعل بين الحياة ومكونات البيئة. علم البيئة يعني بدراسة الحياة مرة أخرى ومكونات البيئة، التفاعل بين الحياة ومكونات البيئة. بينما الانتحاء هو الحركة الموقعية للنبات دون انتقاله من مكان نتيجة للنمو في اتجاه يحدده موقع المؤثر من النبات. طبعا هنا مجرد تعريف فقط لا غير، بنلتزم بالسؤال وبراس السؤال على طول. سؤال آخر أبنائنا بناتنا الطلاب بيقول لي كده أكتب أو أذكر أهمية واحدة للمخلفات الزراعية. أذكر أهمية واحدة للمخلفات الزراعية. من الجزئيات المهمة اللي اتكررت برضو عندنا نأكد برضو عليها، اتكررت في كذا مشكلة بيئية. تعالوا كده نشوف بعض الأهميات لهذه المخلفات. أول حاجة يمكن تحويلها إلى سماد عضوي بديلا عن الأسمدة الكيماوية. يمكن تحويلها إلى سماد عضوي بديلا عن الأسمدة الكيماوية. يمكن تحويلها إلى أخشاب بديلة للأخشاب المستخرجة من الأشجار. نقدر برضو المخلفات ديت نحولها إلى علف للحيوانات بديلا عن مشكلة الراعي الجير، وعشان نقدر نعالج مشكلة الراعي الجير نقدر نحولها برضو إلى غاز الميثان أو البيوجاز اللي بيستخدم كوقود. طبعا يبقى كده عن طريق المخلفات قدرنا نعالج العديد من المشكلات، مشكلة استخدام الأسمدة الكيماوية، مشكلة القطع الجير للأشجار، مشكلة الراعي الجير واستنزاف الوقود الحفري. معنا اتصال من إسراء من أسيوط. أهلا وسهلا بيك يا إسراء. أهلا وسهلا، منورانا في حلقتنا النهاردة. شكرا. في أي استفسار؟ أنا عايز اتفضلي. نجيل علامة يدل ذلك. علامة؟ علامة يدل. يدل؟ وجود لب خارجي. وجود لب
خيري منصهر منصهر يدور ايوه يدور حول لب داخلي صلب يدور حول اللب الداخلي الصلب الصلب تمام في اي استفسار تاني ايوه معلي علل ايوه قد تشمل الطية قد تشمل الطية اكثر من محور الطية اكثر من محور ايوه اسراء تمام علل لابد ان تشمل الطية على مستوى محوري واحد لابد ان تشمل الطية ان تشمل الطية على مستوى محوري على واحد على مستوى محوري واحد تمام شكرا لك تابعينا بقى عشان تعرفي اجاباتك بيقول لي علامة يدل وجود لب خارجي منصهر يدور حول لب الارض الداخلي الصلب ده بيدل على اصل المجال المغناطيسي للارض اصل المجال المغناطيسي للارض نتج من هذا الدوران يمكن لو جينا شفنا برضو بيقول لي علل قد تشمل الطية اكثر من محور الطية تحتوي على عدد من المحاور يساوي لعدد طبقات الطية فوجدنا ان كل طبقة من طبقات الطية لها محورها الخاص بها عندما تحتوي الطية على مجموعة من الطبقات بنجد ان لكل طبقة محورها الخاص بها عشان كده بنقول بتحتوي على اكثر من محور بيساوي عدد محاورها نفس عدد طبقات الطية لابد ان تشمل الطية على مستوى محوري واحد احنا قلنا لان المستوى المحوري هو مستوى وهمي ينتج من تقاطع سطح طبقات الطية مع جميع المحاور اللي موجودة بتمر بطبقاتها المستوى المحوري هو اللي بيقسم الطية لنصفين متماثلين تماما النصفين دول متماثلين متشابهين تماما وبيمر بجميع محاور الطية المختلفة وبكل طبقاتها يبقى مرة تانية المستوى المحوري هو اللي بيقسم الطية النصفين متماثلين عشان كده بيمر بجميع محاورها وفي نفس الوقت قدر ان هو يقسمها الى نصفين متماثلين تماما نرجع لسؤال اخر بيقول لي كده اكتب المصطلح العلمي موجات زلزالية تنتقل من القشرة الارضية وتمر خلال لب الارض المركزي موجات زلزالية تنتقل من القشرة الارضية وتمر خلال لب الارض المركزي طبعا لينا وقفة برضو كده مع الجزئية ديت هو بيقول لي كده موجات زلزالية تنتقل من القشرة الارضية معنى ان هي عدت من القشرة الارضية الصلبة وبعد كده عدت كمان للوشاح وبعد كده عدت للب الخارجي السائل وصلت للب الارض المركزي الصلب يبقى معنى كده ان هي انتقلت هذه الموجات في وسط صلب وفي وسط سائل يبقى لابد ان تكون الموجات الزلزالية الداخلية الاولية يبقى الاجابة هنا هنقول تاني الموجات الزلزالية الداخلية اني نوع من الداخلية الاولية بالتحديد نرجع كده مع بعض تاني بيقول لي كده علل لا يمكن ان تتغذى القشريات الهائمة على الطحالب البنية نهارا لا يمكن ان تتغذى القشريات الهائمة على الطحالب البنية نهارا تعال نشوف كده كل واحدة من دول بتعيش فين بالظبط احنا عندنا القشريات الهائمة بتكون غذائها حتى عمق طبعا الطحالب البنية بتكون غذائها حتى عمق 15 متر القشريات الهائمة بنجد ان هي نهارا تتأثر بالاشعة فوق البنفسجية لذلك توجد على عمق اكبر من 27 متر طبعا عشان كده بنقول يا جماعة لا يمكن ان تتغذى القشريات الهائمة نهارا لانها تتواجد على عمق 27 متر او اكتر لتأثرها بالاشعة فوق بنفسجية بينما تستطيع ان تكون الطحالب البنية غذاء حتى عمق 15 متر فقط نرجع كده مع بعض تاني بيقول لي كده تخير الاجابة الصحيحة تعبر عينة الصخر المقابل عن ايه طبعا لما بيجيب لي حاجة زي كده ببص للصورة اللي عندي كويس وابتدي اشوف الصورة ديت فيها ايه اصلا يعني انا شايف كده حاجة زي القواقع بالشكل ده كده وبقايا كائنات بداخلها بهذا الشكل طبعا هل دي اشكال بلورات مش اشكال بلورات ولكن دي بقايا كائنات موجودة بداخلها
فمديني هل صخر ناري جوفي؟ انا لو صخر ناري جوفي كان زمانها فيها بلورات كبيره في الحجم. صخر رسوبي فتاتي، الصخر الرسوبي الفتاتي برضو هنا نادرا ما يحوي حفريات خالص. اما الصخر الرسوبي البيوكيميائي سمي بيوكيميائي لان بيبقى فيه بقايا كائنات حيه كتيره. في صخر متحول بالضغط والحراره، لا ده نسيج متوارق، فالصوره دي ما تنفعش معايا، ما فيهاش اي مثال لصفه التوارق قدامي. تبقى الاجابه الاقرب هنا للصواب صخر رسوبي بيوكيميائي، لانه فعلا زي ما احنا شايفين كده هي عينه صخر غنيه بالاحافير، فيها احافير كتيره جدا، عشان كده تجعلها صخر رسوبي بيوكيميائي. ما المقصود؟ اشرح ما المقصود بالتميؤ. اشرح ما المقصود بالتميؤ. طبعا التميؤ عمليه اضافه الماء الى التركيب المعدني، ده بيساعد على تحلل الصخور كيميائيا. من اشهر المعادن اللي حصل لها عمليه التميؤ ديت معدن بيسمى معدن انهيدرايت او كبريتات الكالسيوم اللامائيه، ده قلنا نتيجه اضافه الماء بيتحول الى معدن الجبس او كبريتات الكالسيوم المائيه. طبعا نتيجه اضافه الماء هنا بنجد الانهيدرايت المعدن اللي كان شديد الصلابه صلابته بتقل على طول ويمكن خدشه بسهوله وهو في صوره معدن الجبس. نشوف سؤال آخر بيقول لي تخير الإجابة عن ألف أو ب، أذكر اثنين من العناصر التي تزداد وكذلك التي تقل في الصهير عندما يتبلور 50% منه عند تكوين الصخور النارية. طبعا لينا وقفة برضو مع الجملة ديت، احنا عندنا في متسلسلة بوين عايزين نأكد كده على حاجة. طبعا احنا درجة الحرارة عندنا يبدأ التبلور تقريبا عند تقريبا 1200 درجة مئوية تقريبا، العلامة دي علامة تقريبا، وينتهي تقريبا عند 750 درجة مئوية برضو تقريبا. كل ما بتنخفض درجة الحرارة الصهير كان بيقل فيه ثلاث عناصر لازم نعرفهم. فهنا بتقل نسبة الحديد والمغنيسيوم وفي نفس الوقت والكالسيوم. الصهير كل ما بيتبلور مع انخفاض درجة الحرارة كان بتقل نسبة تلات عناصر. ايه التلات عناصر اللي بتقل؟ الحديد، مغنيسيوم، كالسيوم على طول. في نفس الوقت كان بتزداد نسبة تلات عناصر. ايه العناصر اللي بتزداد؟ قال لي تزداد نسبة، كل ما بننزل لتحت كان بيزيد نسبة السيليكون وفي نفس الوقت بتزيد نسبة الصوديوم وفي نفس الوقت بتزيد نسبة البوتاسيوم. يبقى دي كده العناصر اللي هي بتزداد والعناصر في نفس الوقت اللي هي بتقل مع استمرار برودة الصهير حتى يتبلور الصهير تماما. نرجع كده بيقول لي اذكر اثنين من نواتج البراكين والحالة الفيزيائية لكل منهما. طبعا احنا عايزين برضو نقف مع الحالة الفيزيائية ديت، احنا ايه هي صور الحالات الفيزيائية المختلفة؟ بنعلم جيدا ان المادة قد تكون صلبة او سائلة او غازية، يبقى كده واحنا شغالين في دماغنا حاجة زي كده كويس جدا. صور المادة عندنا الحالة الفيزيائية للمادة قد تكون صلبة او سائلة او غازية، يبقى هنمشي مع جزئية جزئية ونشوف برضو كده ازاي نقدر نجيب عن هذه الجزئية. تعالوا نشوف كده مع بعض. طبعا احنا لما نيجي نشوف كده بالنسبه للمواد اللي بتخرج من البركان ناكد مره تاني، كان في غازات من اشهر الغازات ديت بخار الماء، ثاني اكسيد الكربون، كان في عندي كبريتيد الهيدروجين، في النشادر او الامونيا، دي كده صورتها الغازيه. كان في مواد صلبه، المواد الصلبه ديت مثل المواد الفتاتيه اللي بتنتج من تفتيت اعناق البراكين عند تجدد ثوره البركان. من اشهر المواد الفتاتيه الصلبه ديت بريشيا البركانيه وفي نفس الوقت الرماد البركاني. كان في كمان مواد سائله، الطفوح البركانيه، بنجد ان هذه الطفوح اللي بتنساب على سطح الارض كلها مواد سائله، يمكن عشان درجه حرارتها تقريبا اكتر من 1100 درجه مئويه جعلتها سائله تبتدي تتبلور بعد كده على سطح الارض. يبقى ادي بدل ما يطلب مني حالتين فيزيائيتين، لا احنا قلنا تلات حالات غازيه وصلبه وفي نفس الوقت سائله. نرجع كده لسؤال اخر ابنائنا بناتنا الاعزاء، بيقول لي قارن بين النظام البلوري الثلاثي وثلاثي الميل من حيث عدد المحاور وعلاقه اطوالها. من حيث عدد المحاور وعلاقه اطوالها،
تعالوا كده نشوف برضو المقارنة اللي جاية دي. في جدول المقارنة ببتدي بقسم الجدول بتاعي زي ما احنا شايفين، عندي هكتب اسم نظام البلوري الثلاثي، النظام البلوري الثلاثي الميل، وعندي كده وجهي المقارنة بالشكل ده كده على جنب. نبتدي نشتغل مع بعض. عدد المحاور في النظام الثلاثي كلنا بنعلم ان هم 4 محاور، بينما في ثلاثي الميل كان في عندي 3 محاور فقط. طب علاقة الاطوال بقى، عندنا في النظام البلوري الثلاثي كان فيه 3 محاور افقية متساوية، وفي محور رابع عمودي عليهم، رأسي عمودي عليهم، بيختلف عنهم في الطول. عشان كده كنا بنقول العلاقة اللي بتبين العلاقة ما بين اطوال المحاور، هنا كنا بنقول ايه هنا يا جماعة، A1 تساوي A2 تساوي A3 لا تساوي C على طول. 3 محاور افقية متساوية، طبعا في محور رابع عمودي عليهم. هنطلع فاصل مع بعض بسرعة وبعد كده نرجع ونكمل حلقتنا إن شاء الله. بنستكمل لقائنا أبنائنا بناتنا الأعزاء. تعالوا كده نكمل إجابة السؤال بتاعنا. كنا متوقفين عند سؤال قارن بين النظام البلوري الثلاثي ونظام البلوري الثلاثي الميل. قلنا عدد المحاور في الثلاثي كان 4 محاور، في ثلاثي الميل 3 محاور. علاقة أطوال المحاور أكدنا إن كان في 3 محاور أفقية متساوية، محور رابع عمودي عليهم بيختلف عنهم في الطول، عشان كده كانت العلاقة ما بين المحاور هنا A1 تساوي A2 بتساوي A3 لا تساوي C. بينما في النظام البلوري ثلاثي الميل بنأكد 3 محاور مختلفة في الطول، والزوايا بينها أيضا مختلفة. العلاقة هنا ما بين أطوال المحاور هنقول هنا A لا تساوي B لا تساوي C بالشكل اللي احنا عاملينه ده كده. طبعا بكتب يا جماعة العلاقة بالعربي، وياريت أأكدها بالرمز بتاعها بالشكل ده كده تحتيها. نرجع كده لسؤال آخر بيقول لي ادرس الشكل الذي أمامك ثم أجب، ما الذي يشير إليه الرقمين 1 و2؟ طبعا كلنا بنعلم إن 1 ديت تعبر عن صخور صلبة، بينما 2 تعبر عن طبقات أو صخور رخوة. الشكل اللي قدامنا ده شايفينه كده شكل مساقط مياه، ما الذي يترتب عليه وجود هذا الشكل بالقرب من شاطئ؟ احنا أخدنا إن مساقط المياه يا جماعة عامل من العامل اللي هي ممكن تؤدي إلى حركة المياه بالقرب من الشاطئ، فكنا أشرنا في العلوم البيئية في النظام البيئي البحري إلى أن حركة المياه تتوقف على اتجاه الرياح، وفي نفس الوقت قلنا المد والجزر، وفي نفس الوقت موقع الشاطئ من مساقط المياه، وفي نفس الوقت المصبات بتاعة الأنهار. بنأكد بقى يبقى بتؤثر على اتجاه حركة الأمواج أو المياه السطحية عند الشاطئ، تقلل من تركيز المحتوى الملحي في المنطقة، تنقل أيضا الرواسب النهرية إلى المناطق الشاطئية اللي موجودة في المصب بتاعنا. نرجع بقى كده سؤال آخر بيقول لي اختر الإجابة عن أحد السؤالين ألف أو ب. اذكر اسم احد المعادن الذي له نفس التركيب الكيميائي لاكثر المعادن صلادة. طبعا مين اكثر المعادن صلادة؟ اكثر المعادن صلادة كلنا بنعلم انه معدن الماس درجة صلادته 10. طب الماس ده تركيبه الكيميائي ايه؟ كلنا بنعلم الماس عبارة عن كربون. مين المعدن اللي تركيبه كربون زيه زي الماس؟ بنأكد معدن الجرافيت، واكد على الفاء كده ووضحها كويس عشان تقدر يعني تفرقها في الكتابة تماما عن صخر الجرانيت، لان دي بتعمل بعض المشاكل عند بعض الطلاب. بالفاء تبقى واضحة كده عشان لا تقرأ نون فتبقى جرانيت على طول. اذكر اسم معدن رسوبي له مكسر محاري قد يكون فاتح او غامق اللون. معدن له مكسر محاري، احنا واخدين مكسر محاري بيميز معدنين عندنا، الكوارتز والصوان. طيب احنا واخدين الكوارتز دي الوان كتيرة، الكوارتز يعني ده ليه الوان كتير، لكن مين اللي لون فاتح وغامق؟ يبقى ده كده على طول هنقول الصوان على طول، كان معدن سيليكاتي وفي نفس الوقت خدناه من الصخور الرسوبية كيميائية النشأة. سؤال اخر ابنائنا بناتنا الاعزاء بيقول لي ما الفرق بين الزلازل التكتونية والزلازل البلوتونية؟ ما الفرق بين الزلازل التكتونية والزلازل البلوتونية؟ تعال نشوف كده مع بعض بسرعة. في جدول المقارنة برضو بنأكد على مقارناتنا كده واضحة في جدول بنظام. بيقول لي الزلازل التكتونية تحدث في المناطق اللي بتتعرض فيها الصخور للتصدع،
سبب التصدع ده ايه بالظبط؟ حركه الالواح التكتونيه غالبا. اكدنا ان هذا النوع من الزلازل هو النوع الاكثر شيوعا او اكثر انتشارا. اما الزلازل البلوتونيه بيوجد مركزها على عمق صحيح من سطح الارض. بنأكد بقى العمق بتاعها بيصل لكام بالظبط؟ بيصل ل 500 كيلومتر او اكثر، بيصل الى اكثر من 500 كيلومتر تحت سطح الارض. نرجع كده لسؤال اخر بيقول لي كده، علل لما ياتي. تحدث التجوية الميكانيكية احيانا متزامنة مع التجوية الكيميائية. تحدث التجوية الميكانيكية احيانا متزامنة مع التجوية الكيميائية. كلنا بنعلم ابنائنا بناتنا الاعزاء ان التجوية الكيميائية عندما تحدث الصخور تحول معادن الصخور الصلبة الى صورة اقل صلابة، ومعنى انها اصبحت اقل صلابة اذا يسهل ويسرع تأثر هذه الصخور الأقل صلابة بعوامل التجوية الميكانيكية المختلفة. يبقى مرة تاني، التجوية الكيميائية بعواملها المختلفة تحول معادن الصخر الصلبة إلى صورة أقل صلابة، يسهل ويسرع تأثر هذه المعادن الجديدة بعوامل التجوية الكيميائية المختلفة فتؤدي إلى تفتتها بعد ذلك. نرجع كده مع بعض، بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة. عند زراعة القمح في شهر فبراير، ما يحدث له في شهر أبريل هو؟ هل إزهار فقط؟ هل إزهار ثم إثمار؟ هل نمو خضري فقط؟ هل إزهار وإثمار معا؟ تعالوا نأكد كده مع بعض. إحنا درسنا النبات عشان يقدر يصل لمرحلة الإزهار والإثمار لابد أن يكون التوقيت الضوئي مناسب، ولابد أن يتعرض لفترة إضاءة وفترة إظلام مناسبة. عشان كده كان من الضروري ان احنا نزرع القمح في شهر اكتوبر ونوفمبر حتى ينمو خضريا ويزهر، لكن زراعته في شهر فبراير اكدنا ان هنا ده بيجعله ينمو خضريا فقط. يبقى ما يحدث له في شهر ابريل هو اكيد كده نمو خضري فقط، هيحدث له نمو خضري فقط ولا يصل مطلقا الى مرحلة الازهار او الاثمار. اكتب المصطلح العلمي، خليط من مواد عضوية متحللة ومواد معدنية متدرجة تختلف درجة تشابهها باختلاف تأثير عوامل الجو. طبعا خليط من مواد معدنية متحللة ومواد معدنية متدرجة تختلف درجة تشابهها باختلاف تأثير عوامل الجو. لما اجي امسك التعريف بص الاقي خليط مواد عضويه متحلله مواد معدنيه، لا دي كده التربه على طول. امال ايه حكايه متدرجه دي؟ احنا واخدين ان التربه في تربه وضعيه وفي تربه منقوله، معنى ان هي متدرجه يبقى لازم اقول التربه الوضعيه على طول هي اللي كانت بتتميز بتدرج النسيج. فاللفظ معايا هنا ربنا يكرمكم بيفرق معايا كتير جدا في السؤال. لكن لو قال لي غير متدرجه طبعا هنا كنت ماشي على طول التربه اللي هي المنقوله على طول. نشوف سؤال اخر ابنائنا بناتنا الاعزاء، بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة. يتميز النهر الموضح بالشكل ب، هل انحدار شديد؟ هل زيادة الترسيب؟ زيادة النحت؟ تكوين المياندرز. طيب أبص للنهر الموضح بالشكل ده قطاع في نهر بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده معايا، واضح جدا ان هنا هذا القطاع بياخد شكل قوس مش شكل حرف في، لا ضيق ولا في متسع. الله، طب ده كده معنى شكل قوس يبقى ده كده على طول في مرحلة شيخوخة او كهولة، يبقى كده ما ينفعش انحدار شديد لان دي بتاعت مرحلة الشباب. ابتدي احذف بقى الاختيارات اللي عندي. طب انا واخد كمان تكوين مياندرز ديت في مرحلة النضوج، زيادة النحت ايضا في مرحلة الشباب، لكن زيادة الترسيب هي اللي بتميز النهر في فترة الشيخوخة او الكولة، يبقى هي دي الاجابة الصحيحة عندي. يبقى بقدر افكر في الاختيارات هو ليه اديني اختيارات ديت، وابتدي انا اشوف كده ايه اللي يناسب الاختيار الادق والاصح علميا معايا، وبسياسة الحذف بقدر بوصل للنتيجة اللي انا عايزها على طول. نرجع كده مع بعض تاني، سؤال اخر ابنائنا بناتنا الاعزاء، بيقول لي هنا اختر الاجابة عن احد السؤالين الف او ب، اذكر طريقتين لعلاج استنزاف المعادن، عايزين كمان طريقتين لعلاج مشكلة الصيد الجار. تعالوا نشوف كده مع بعض. استنزاف المعادن عايزين نعالج المشكلة دي، طبعا هو بيقول لي طريقتين بس، ياريت نأكد بثلاثة او باربع طرق.
أول حاجة استخدام اللدائن أو البلاستيك في صناعة المواسير بدلا من المعادن الغير متجددة دي. في نفس الوقت نعمل إيه كمان؟ نستخدم الفلسبار في صناعة الفخار والسيراميك في صناعة بعض أواني الطهي بدلا من المعادن برضو الغير متجددة. لو جينا شفنا برضو نعيد استخدام بطاريات السيارات بعد معالجتها، نعيد معالجة تشكيل مصنوعات البلاستيكية والمصنوعات الزجاجية، نعيد استخدامها مرة أخرى، وفي نفس الوقت إعادة صهر وتشكيل واستخدام المعادن الخردة غير الصالحة للاستعمال. طبعا هنا هو كان عايز 2 بس، كتبت 3 بأكد تميزي، وفي نفس الوقت السؤال بتاعي ربما يكون نقطة منهم الإجابة بتاعتها ناقصة ولا حاجة، فلما أكتب 3 وأكتب 4 نقاط بتأكد إن أنا متميز وعارف إجابة كل الجزئيات معايا. تعالوا نشوف كده الجزئية التانية، عايزين نعالج مشكلة مين بقى؟ تعالوا كده نشوف، بيقول لي عايزين طرق علاج مشكلة الصيد الجائر. إزاي نقدر نعالج مشكلة الصيد الجائر؟ احنا في عندنا انواع مهدده بالانقراض، تعالوا نعمل لها محميات طبيعيه عشان نحافظ على الانواع النادره المهدده بالانقراض دي، وفي نفس الوقت نعمل مزارع الاسماك والقشريات نوفر بروتين. باكد على النقطه ديت، بنعالج بيها مشكلتين، الصيد الجائر وفي نفس الوقت الرعي الجائر. نقدر نصدر قوانين تجرم الصيد لانواع ومواسم محدده وفي عمر محدد حتى تتكاثر هذه الانواع مره اخرى. نرفع الوعي برضو بأهمية الأحياء وفي نفس الوقت رعايتها وحمايتها وفي نفس الوقت المشاركة في كافة الاتفاقيات الدولية عشان نحافظ على الأنواع النادرة أو المهددة بالخطر أو مهددة بخطر الانقراض. نرشد شوية قطع الأشجار، نرشد الصيد في البر والبحر زي ما أشرنا مع بعض كده. سؤال آخر، أبنائنا بناتنا الأعزاء بيقول من الشكل الذي أمامك تعرف على التركيبين ألف وب، وبعد كده بيقول لي أذكر سبب تكوين التركيبين ألف وباء، بعد كده تعرف على التركيب إكس واي. تعالوا كده نشوف برضو طريقة تفكيرنا في سؤال زي كده هتبقى إزاي. أنا قدامي الشكل بالشكل ده كده، وبيقول لي تعرف على التركيبين ألف وباء، فين ألف وباء؟ ألف بالشكل ده كده، طب قطع جاية من ثانية لأسفل بهذا الشكل، خلاص يبقى ألف دي على طول كده هتبقى مين؟ أنا عندي دي ألف هتبقى طية، والطية دي الطية مقعرة بالشكل ده كده، مقعرة لأن طبقاتها منحنية لأسفل، بينما التركيب باء هيبقى طية والطية دي محدبة بهذا الشكل. طب وبعدين أذكر سبب تكون التركيبين ألف وباء، التركيب ده الطيات دي كونت نتيجة ايه بالظبط؟ كلنا بنعلم ان الطيات هي تركيب تكونت نتيجة تعرض الطبقات لقوى ضغط، يبقى كده الاجابة هنا هنقول تكونت نتيجة تعرض الطبقات لقوى ضغط على طول. تعرف على التركيب اكس واي، طب اكس واي ده هفكر فيه ازاي دلوقتي؟ انا عندي طبقات مش قدام بعضها، ده في كسر كده في الطبقات اهو، الطبقات مش قدام بعضها بالشكل ده كده، يبقى دي كده على طول كسر يعقبه حركة او ازاحة، يبقى فالق على طول. طب هفكر بقى في السؤال، يا ترى نوع الفالق ايه بالظبط؟ هجيب مسطرتي وبعد كده احطها على الكسر اللي عندي بالشكل ده كده، وابتدي ارفع، عندي مستوى الفالق اهو، ابتدي ارفع مسطرتي الاعلى عشان احدد صخور الحائط العلوي فين بالظبط. صخور الحائط العلوي الجنب ده كده، هو ده الجنب بتاع الحائط العلوي، هو ده كتلة الصخور اللي هي بتاعه مستوى الفالق بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ابتدي اشوف صخور الحائط العلوي دي ايه اللي حصل لها، هل يا ترى اتعرضت لقوة شد ونزلت لتحت، ولا اتعرضت لقوة ضغط وطلعت لفوق؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. انا عندي الصخور ديت حتى في عرق اهوت، ايه اللي حصل؟ تكملته فوق اهو، الطبقه ديت تكملتها لفوق شويه، الطبقه دي تكملتها لفوق شويه، واكد بكذا مثال عندي. يبقى كده صخور الحائط العلوي ضغط عليها وطلعت لفوق، يبقى التركيب اكس واي ده عباره عن فالق معكوس على طول. طبعا لو كانت اتشدت ونزلت لتحت كانت هتبقى فالق، بس فالق عادي على طول. يبقى كده الاجابه هنا تعرف على التركيب اكس واي، اكس واي ده يبقى فالق معكوس. نرجع كده مع بعض نشوف سؤال اخر كده، الشكل اللي جاي برضو كده تعالوا نشوفه كده مع بعض. بيقول لي امامك عينتين للصخر ا و ب، يقول لي تعرف على
الصخر ألف ثم صنفه من حيث نسيجه، ثانيا تعرف على الصخر باء ثم وضح نوعه. طبعا برضو بنأكد كده مع بعض ونشوف كده ازاي هنقرأ برضو الشكل اللي قدامي ده كده معي. انا مديني عينتين، عينتين قدامي بالشكل ده كده، ده فيه هنا عينة صخر وبيقول لي الصخر ده فيه مين معادن بالظبط؟ انفيبول، كوارتز، بيروكسين، فلسبارات، واكد ان هي فلسبارات، يبقى كده اكيد بتشمل كل انواع الفلسبارات. في نفس الوقت فيه مايكا، يبقى ده كده اللي فيه كل انواع الفلسبارات وبيروكسين وكوارتز ومايكا وانفيبول، يبقى ده صخر متوسط على طول. فاضل لي بقى احدد بقى، طب انا عندي البلورات كبيره في الحجم، لا ابتدي اشوف هل في مقياس رسم حاططه لي في الرسمه بتاعتي ولا لا. حاطط لي كده على جنب ان الحبيبه دي كلها من الصخر قطرها قد ايه بالظبط، ده بيقول لي كده 15 من 100 ملي متر، مديني مقياس رسم كده على الجنب، يعني معنى دي كلها عينه مجهريه يا جماعه، يعني معنى كده ان البلورات ديت مش كبيره على حاجه ولكن بلورات دقيقه جدا لا ترى بالعين المجرده. من الصخر الناري المتوسط اللي بلوراته لا ترى بالعين المجرده، يبقى اقول ده على طول العينه الف او الصخر الف دوت هيبقى صخر الانديزايت على طول، يبقى الصخر ده هيبقى صخر الانديزايت، نسيجه هيبقى نسيجه دقيق التبلور. طبعا هي طريقة تفكير يا جماعة، انا عن طريق مقياس الرسم قدرت اقدر احدد عندي حجم البلورات دي هل هي كبيرة ولا صغيرة، وفي نفس الوقت عن طريق التركيب المعدني قدرت احدد نوع الصخر ده هل هو حامض ولا قاعدي ولا متوسط ولا فوق قاعدي. طبعا طلع ان هو متوسط، يبقى ده الانديزايت على طول. اما الصخر باء فمديني كده حواف عندي كده مسننة بالشكل ده كده لها زوايا، في نفس الوقت بيقول لي مادة لاحمة، مادة لاحمة يبقى ده على طول صخر رسوبي، في مواد لاحمة بتمسك الحبيبات، وكاتب لي العينة ديت القطر بتاعها تقريبا 15 سنتي، يعني عينة كبيرة واضحة قدامي ولا حواف حادة، يبقى العينة الصخر به ديت الصخر باء دوت بيبقى صخر البريشيا، وصخر البريشيا دوت ده صخر على طول هقول رسوبي فتاتي طبعا من رواسب الزلط على طول. معانا اتصال، مارينا من سوهاج، اهلا وسهلا بيكي في حلقتنا. ازيك يا مستر، اخبارك عامل ايه؟ منورانا في حلقتنا النهارده. نورك يا مستر، كل سنه طيب. وحضرتك طيبه وكل احبابك في خير يا رب. يا رب. معلش انا عندي اربع اسئله. اتفضلي يا مارينا. ماذا يحدث في حاله؟ ماذا يحدث في حاله؟ ظهور صخور نارية جوفية على سطح الأرض، على سطح الأرض نتيجة التعرير، نتيجة التعرير بعد أن كانت تحت ضغط كبير في باطن الارض. وبرضه في سؤال تاني، اتفضلي. هنا بيقول اكتب اسم الصخر. بيقول ايه؟ اكتب اسم الصخر. عايزين اسم الصخر. صخر متحول. يقول لي صخر متحول بيتركب من ايوه كربونات الكالسيوم ونتج عن ملامسة صخر رسوبي لكتلة من الصهير. تمام. وفي سؤال تاني برضه بيقول عند فحص. سؤال تاني بيقول ايه؟ عند فحص. عند سطح؟ لا، عند فحص. عند فحص؟ اتفضلي. عينات من الصخور. ايوه. وجدت عينة صخرية. اتفضلي. دقيقة التبلور. تتكون من معادن غنية
بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم ونسبة السيليكا فيها ايوه بتتراوح بين من كام لكام؟ 45 ل 55. 45 إلى 55%. ومعيش في سؤال تاني اتفضلي. هنا بيقول علامة يدل ذلك وجود فترات وجود فترات يتقدم فيها البحر على اليابس وفترات يتراجع فيها. بس كده. لا ربنا يوفقك يا بنتي، تابعي بقى عشان اقول لك الاجابات بتاعتنا كده بسرعه. بالنسبه للسؤال الاولاني بيقول لي علامه ماذا يحدث في حاله، ايه اللي بيحصل في حاله ظهور صخور ناريه جوفيه؟ تعالوا كده نشوف. انا لو عندي طبقات الارض بالشكل ده كده وفي صخر ناري جوفي مثلا، وليكن مثلا زي صخر الجرانيت على اعماق كبيره بالشكل ده كده، ما بتيجي عوامل التعريه بتزيل الطبقات اللي كانت بتضغط على الصخر ده كده، ايه اللي بيحصل؟ بص بنلاقي مره واحده كده الصخور الناريه الجوفيه دي تصبح على سطح الارض. طيب لما بتصبح على سطح الارض ايه اللي بيحصل؟ بتبتدي معادن الصخور ديت بتتمدد لاعلى حيث لا مقاومه. يبقى ايه اللي هيحصل مره تاني؟ تتمدد معادن الصخور لاعلى حيث لا مقاومه وتصبح على شكل قشور، والقشور ديت بتبقى قشور كرويه الشكل. في حاله الجرانيت تبقى القشور على سطح الصخر فتره الى ان تتاثر بعوامل التجويه الكيميائيه. عامل التجويه الكيميائيه بتحلل معدن زي معدن الفلسبار، فتنفصل القشور بجوار الصخر وتحدث ظاهره تسمى ظاهره التقشر في الصخور الناريه الجوفيه او في صخر الجرانيت بالتحديد. سؤال اخر بيقول لي اذكر اسم صخر متحول بيتركب من كربونات الكالسيوم نتج عن ملامسه صخر رسوبي لكتله من الصهير. طبعا الصخر المتحول لتركيبه كربونات كالسيوم، وطبعا ده يبقى على طول غني بمعدن الكالسايت، نتج من ملامسه كتله من الصهير يبقى ده على طول صخر الرخام. يبقى الاجابه هنا هتبقى صخر الرخام على طول. سؤال اخر بيقول لي عند فحص عينات من الصخور وجدت عينه صخريه دقيقه التبلور. طبعا انا وانا بقرا بعلم على الكلام المهم عندي، دقيقه التبلور هتفرق معايا كتير جدا. دي فيها كمان غنيه بحديد ومغنيسيوم وكالسيوم، نسبه السيليكا فيها من 45 ل 55%. يبقى دي صخور كده دقيقه يبقى بركانيه، وفي نفس الوقت من 45 ل 55 يبقى قاعديه. من الصخر البركاني القاعدي ده طبعا صخر بيسمى صخر البازلت. سؤالنا دلوقتي على ما يدل ذلك وجود فترات بيتقدم فيها البحر على اليابس. وجود فترات بيتقدم فيها البحر على اليابس بيحدث ترسيب على طول، بيحدث ترسيب. طيب حدوث ترسيب او بعد كده فترات تتراجع فيها، معنى ان الميه تراجعت يبقى كده حدث انقطاع في الترسيب. وممكن خلال فتره انقطاع الترسيب بعض الرواسب دي كمان تتعرض لعوامل تعريه. حدوث ترسيب وانقطاع في الترسيب يدل على حدوث ظاهره تسمى ظاهره عدم التوافق. يبقى نقول كمان مره تاني، تقدم مياه البحر على اليابس يدل على حدوث فترات ترسيب، فترات تراجع مياه البحر على اليابس يدل على فترات انقطاع ترسيب، وجود هذه الفترات معا يدل على حدوث ظاهره تسمى ظاهره عدم التوافق تعرضت ليها هذه المنطقه. نرجع بقى كده مع بعض ابنائنا بناتنا الاعزاء، نشوف كده مع بعض مجموعه جديده من الاسئله، ونخش برضو كده مع بعض على بوكلت اخر عندنا ونشوف اجابات مجموعه اخرى من الاسئله
معايا ونبتدي نحلها مع بعض كده بسرعة. بيقول لي هنا عايزين نشوف كده مع بعض البوكلت التاني ونأكد برضو على أسئلته كده بسرعة مع بعض. بيقول لي تخيل الإجابة عن ألف أو ب. اليربيع لا تقرب الماء طيلة حياتها، وضح كيف تحصل على الماء اللازم لحياتها. احنا عارفين ان اليربيع يا جماعة من الكائنات الصحراوية التي لا تقرب الماء طوال حياتها. طب بتحصل على الماء ازاي؟ من اوراق النباتات العصارية والبذور العصارية اللي بتوجد داخل هذه البيئة الصحراوية. في نفس الوقت بيقول لي كده عندما تصبح درجة الحرارة غير مناسبة في الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي فانه يلجأ الى السكون. وضح ذلك في حالتي البكتيريا والرخويات. كلنا بنعلم ان البكتيريا عند درجة الحرارة الغير مناسبة بتلجأ الى تكوين الجراثيم، بينما عندنا الرخويات تلجأ الى حدوث ظاهرة الخمول الصيفي حتى تهرب من درجات الحرارة المرتفعة صيفا. يبقى البكتيريا بتلجأ الى تكوين الجراثيم، تحدث فيها ظاهرة تسمى ظاهرة التجرثم احيانا، وفي نفس الوقت عندنا الرخويات كائنات لا فقارية. عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بنجد انها تلجأ الى ظاهرة الخمول الصيفي. معنا اتصال من ندى من اسوان، وناس اسوان حبايبنا. اهلا وسهلا بك يا ندى. اهلا يا منورانا في حلقتنا النهاردة بنتي. في اي استفسار؟ امسك نفسك اتفضلي. يقول لي اكتب الخواتم انزل معنا. لا الصوت تاني، وطي التلفزيون خلص وكلميني كده. ماشي. يقول لي اكتب الخواص المميزة في معدن الامسي. الخواص الايه؟ المميزة معدن الامسي. المميزة المعدن الامسي الاميسيست. اه تمام. وعندي بس ايوه عدد الكوارتز من المعادن. الكوارتز من المعادن بالنسبة للمتخصص. الصوت مش واضح خالص. طيب يا ريت بس ايه تطلعي في مكان فيه شبكة وتبعيد عن التلفزيون خالص عشان تقدري تسمعيني واقدر اسمعك. والعدد يعتبر الكوارتز من المعادن بالنسبة للجناح المتخصص في علم المعادن. لا مش سامع صوت واضح خالص. طيب بص كده حاولي تكلمينا تاني وانا معاكي برضو. بالنسبة للخواص المميزة لمعدن الاميسيست، طبعا معدن الاميسيست هو احد صور معدن الكوارتز، فده كده كأني اتكلم عن معدن الكوارتز بالظبط، بس بأكد على خاصية اللون فيه بالتحديد هيبقى لونه بنفسجي. قلنا لانه بيحتوي على شوائب من اكاسيد الحديد، في نفس الوقت هيبقى ليه بريق، بريق ضغط لا فلزي زجاجي، باكد على لا فلزي زجاجي. صلادته برضو 7 زي الكوارتز بالظبط، لانه احد صور الكوارتز. طبعا برضو عنده مكسر، المكسر ضغط محاري مميز بيميز هذا المعدن. نرجع كده نشوف برضو كده سؤال اخر مع بعض كده بسرعه. بيقول لي كده تخير الإجابة عن ألف أو بيس معلل. تتميز الصخور النارية البركانية بنسيج زجاجي، وفي نفس الوقت بيقول لي يعتبر الجبرو المكافئ الجوفي لصخر البازلت. نبتدي كده نشوف برضو مع بعض. بيقول لي تتميز الصخور النارية البركانية بنسيج زجاجي. طبعا كلنا بنعلم أن الطفوح البركانية عندما تخرج على سطح الأرض بنجد أنها نتيجة ملامستها للهواء أو الماء بتبرد بسرعة كبيرة جدا، فلا تأخذ أي فرصة لتكوين بلورات، لذلك يمكن أن تتميز الصخور النارية البركانية بنسيج زجاجي. لو جينا شفنا بيعتبر الجبرو المكافئ الجوفي لصخر البازلت. طبعا الجبرو ليه مكافئ جوفي للبازلت؟ الجبرو والبازلت صخور نارية قاعدية لهما نفس التركيب الكيميائي والمعدني. لهما نفس التركيب الكيميائي والمعدني. لو جينا شفنا عندنا وفي نفس الوقت كده بنأكد ان هما اختلفوا في مكان النشأة، بمعنى ان الجبر صخر ناري جوفي عشان كده نسيجه خشن التبلور، بينما البازلت صخر ناري بركاني نسيجه دقيق التبلور او زجاجي. يبقى مرة تاني، لان لهما نفس التركيب الكيميائي والمعدني ولكنهما اختلفا في مكان النشأة،
وفي النسيج، وبالتالي في حجم الحبيبات، واكد على مكان نشأة كل نوع من الاثنين، وباكد على تركيب النوعين مع بعض، كلاهما صخور نارية قاعدية. معنا اتصال كاترين من سواج. اهلا وسهلا بك يا كاترين. ازيك يا مستر؟ اهلا وسهلا بك، منورانا في حلقتنا النهارده بنتي. ميرسي يا مستر. مستر معلش عندي سؤال. اتفضلي. علل وجود التدرج الطبقي. علل وجود التدرج الطبقي. التدرج الطبقي في الصخور الرسوبيه. في الصخور الرسوبيه. اتفضلي. مستر معلش عايزه حل البوكلت بتاع 2017، كان في شويه حاجات كده مش حاضر. نخلص بس الاثنين بوكلت اللي هم اللي فاضلين لنا دول، وبعد كده امسك لك بتاع 2017. تمام شكرا. ربنا يوفقك انت. نرجع كده بس بسرعه لسؤال كاترين، بيقول لي علل وجود التدرج الطبقي في الصخور الرسوبيه مره اخرى. طبعا التدرج الطبقي احد التراكيب الجيولوجيه الاوليه، فهنقول هنا ناكد بقى هو كون ليه. بنقول نتيجه تاثير عوامل بيئيه ومناخيه، نتيجة تأثير عوامل بيئية ومناخية دون تدخل من جانب القوى التكتونية. من أشهر هذه العوامل التيارات المائية اللي عندنا. نرجع كده مع بعض لسؤال آخر، أبنائنا بناتنا الأعزاء، بيقول لي كده تخير الإجابة عن ألف أو ب ثم وضح. ماذا تستنتج من وجود حفريات كائنات بحرية في أماكن صخور مرتفعة فوق سطح البحر؟ ماذا تستنتج من وجود حفريات كائنات بحرية في أماكن صخور مرتفعة فوق سطح البحر؟ طبعا بنأكد بقى نستنتج من كده أن هذه المنطقة تعرضت إلى حركات أرضية رافعة. بنستنتج من ذلك أن هذه المنطقة تعرضت لتأثير حركات أرضية رافعة جعلت هذه الحفريات في أماكن مرتفعة عن سطح البحر. في نفس الوقت ماذا يحدث عند أو نتيجة تيارات الحمل الدورانية في الطبقة العليا من الوشاح؟ ماذا يحدث نتيجة تيارات الحمل الدورانية في الطبقة العليا من الوشاح؟ طبعا تيارات الحمل الدورانية برضو من الجزئيات المهمة اللي هي لما بتحدث كانت بتؤدي إلى حركة القارات والألواح التكتونية التي تقع فوقها، وجدنا أن تيارات الحمل الصاعدة كانت ليها دور في تكوين حيد وسط المحيط، وتيارات الحمل الهابطة كان ليها دور في تكوين الأغوار البحرية ومناطق الاندساس اللي بتحدث في بعض مناطق الألواح التكتونية. معنا زياد من محافظة جنوب سيناء. أهلا وسهلا بك يا زياد. ازيك يا سلام، منورنا في حلقتنا النهاردة. منور استاذ. معايا مش معايا كام سؤال كده في الباب الخامس. اتفضل حبيبي. معايا وضح أثر تغيير المناخ على الصخور. تمام، بيقول لي وضح أثر تغيير المناخ على الصخور. تغيير المناخ على الصخور. السؤال الثاني بيقول ان الجبر والصخر الناري الجوفي، اشرح أثر التجوية الكيميائية على كل معدن. الجبر صخر ناري جوفي، عايزين تأثير التجوية الكيميائية على كل معدن. التجوية الكيميائية على كل معدن من المعادن. على معادن. ايوة ماشي. وكان ثواني بس كان معايا ماذا يحدث هو نحت متباين بالمياه الجارية بسرعة على تتابع الصلب القمة على تتابع، والتتابع ده صلب القمة. صلب القمة. معلش كان بس عندي سؤال كده في الباب الاول، هو بيقول لو كان في سطح عدم متوافق بس تحتيه لاكوليس او لوبوليس، هو ده تخليه متباين ولا زاوي؟ لا تاني بتقول ايه؟ لو في سطح عدم متوافق في احد طبقاته لاكوليس او لوبوليس، هو تخليه متباين ولا زاوي؟ وعلى حسب الشكل اللي عندي، على حسب الرسمة اللي قدامي. يعني بمعنى انت بتعرف سطح عدم توافق الزاوية ازاي؟ السطح نفسه، شوف شكل الطبقات اللي تحتيه، هل شكل الطبقات موازي لسطح عدم التوافق ولا مايل عليه؟
لو مايل عليه، بمعنى لو في مثلا لاكلس ادى لتكوين طيه، يبقى الطيه ديت عملت اماله للطبقات، يبقى ده سطح عدم توافق زاوي على طول. لكن لو لوبلس مثلا اثر على الطبقات اللي تحت وهو ما اثرش على الطبقات اللي فوق، ولا زالت الطبقات اللي بتاع اللوبلس دوت موازيه لسطح عدم توافق، يبقى ده سطح عدم توافق انقطاعي على طول. فعلى حسب الشكل اللي عندي. ماشي. طيب نشوف برضو كده الأسئلة بتاعتك. بيقول لي وضح أثر تغير المناخ على الصخور. بالنسبة لتغير المناخ، هنا احنا بنتكلم بقى كده عن تأثير احنا عامل التجوية. التجوية دي التجوية ميكانيكية. تعالوا كده نشوف مع بعض ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا، طبعا يؤدي الى تكرار تغير تمدد وانكماش معادن الصخر، فيقلل من تماسكها في المناطق الصحراويه. هذا يؤدي الى انتشار الفتات الصخري في المناطق الصحراويه. ده كده اثر لتغير المناخ على الصخور. طيب تعالوا نشوف برضو كده لو مناطق فيها فتره مناخ جليدي. المناخ الجليدي ده طول ما فيه جليد هنا، الجليد ده هيدخل في الشقوق الراسيه والافقيه، يؤدي الى طبعا ان الجليد دوت اول ما الميه بتتجمد وبيكون الجليد حجمه بيزداد بمقدار العشر، بيضغط على الشقوق ديت، فالشقوق ديت بتتسع تزداد في اطوالها. طب تعالوا نشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. اول ما ترتفع درجه الحراره ويذوب الجليد ويصبح ماء، تخش الميه في الشقوق تاني. عندما يتجمد الماء بيضغط على الشقوق تاني، تكرار ده بيؤدي الى انفصال قطع من الصخر الام وتراكمها وسقوطها فوق بعضها البعض، تساقطها وتراكمها مكونة منحدر روكيني عند قدم الجبل او الهضبة. طيب الجبرو صخر ناري جوفي، ايه معادن الجبرو؟ انا عندي فيه بيروكسين وفيه اوليفين وفيه فلسبار بلاجوكليزي كالسي وفيه في نفس الوقت انفيبول. ابتدي امسك كده واشوف انا درست انهي تأثير بالظبط. انا عارف ان الاوليفين والبيوكسين معادن غنية بالحديد والمغنيسيوم. الحديد والمغنيسيوم اللي عندي ايه اللي هيحصل له؟ نبص بنلاقي بيتأثر بعملية الاكسدة على طول. عملية الاكسدة بتحول الصخور والمعادن الصلبة ديت الى صورة اقل صلابة، بمرور الوقت بيسهل تآكلها بفعل العوامل المختلفة. طيب عند الفلسبار، طب انا كنت واخد تأثير الفلسبار، انت هتقول لي مثلا كاولينايت، اقول لك لا ده كان فلسبار بوتاسي كان بيتحول لكاولينايت. يبقى كده انا مش عليا في الجبرو هنا غير جزئيه مين الاوليفين والبيروكسين اللي هم فيهم حديد ومغنيسيوم وتاثير عمليه الاكسده للجبرو او البازلت على طول. قلنا المعادن الغنيه بالحديد والمغنيسيوم بتتحول لصوره اقل صلابه، يسهل تاكلها على طول ويسهل تفتيتها على طول. طب باقي المعادن لا، ما عليش تأثير يخصها خالص. ماذا يحدث عند نحت متباين للمياه بفعل طبعا او بسرعة على تتابع صلب القمة عندنا؟ تعالوا كده نشوف. لو انا عندي هنا تتابع صلب القمة في صخور والصخور ديت صلبة، طيب والجزء اللي تحت دوت كان الجزء ده رخو على طول، ايه اللي هيحصل؟ المية وهي نازلة مية جارية بالشكل ده كده، المية الجارية ديت تبتدي بتنحت في الصخور وبتكون مين على طول؟ بتتكون شلالات او مساقط مياه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. يبقى كده على طول الاجابة هنا بتتاكل الصخور الرخوة، تبقى الصخور الصلبة بارزة الى ان تسقط بفعل الجاذبية، بتتكون في المنطقة ديت شلالات على طول. نرجع ابنائنا بناتنا الاعزاء ونشوف كده برضو مجموعة اخرى من الاسئلة مع بعض. بيقول لي لو جينا شفنا عندنا كده بسرعة، طبعا دي كانت اجابة السؤال السابق. شوف كده معايا، اكتب المصطلح العلمي للعبارة التالية. تجعد يحدث لصخور القشرة الارضية نتيجة تعرضها لقوى ضغط. تجعد يحدث لصخور القشرة الارضية نتيجة تعرضها لقوى ضغط. طبعا هنا تجعد يبقى على طول الطيات او الالتواءات. هنا مفيش كسر حدث في الصخور، احنا بنقول الصخور تعرضت لضغط وحدوث التواء ليها او انسناءات فيها تدل على حدوث طيات او التواءات صخرية على طول. نشوف كده سؤال اخر. اختر الاجابة الصحيحة.
الكائنات التي تمثل حرس الطبيعة في أي نظام بيئي هي الكائنات المنتجة ولا أكلات العشب ولا أكلات اللحوم ولا الكائنات المحللة؟ طبعا كلنا بنعلم أن حرس الطبيعة هو البكتيريا الرومية والفطريات وهي الكائنات المحللة على طول. فسر لما يلي: لماذا حل الغاز الطبيعي محل الفحم في الاستخدامات اليومية؟ لماذا حل الغاز الطبيعي محل الفحم في الاستخدامات اليومية؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. طبعا الغاز الطبيعي عنده العديد من المميزات مثل القيمة الحرارية للغاز الطبيعي الأعلى كثيرا من الفحم. في نفس الوقت طبيعة الغاز الطبيعي الغازية ميزته بسهولة النقل والتخزين وتمويل البواخر به بسهولة. في نفس الوقت تكاليف استخراج الفحم بتبقى أكثر كثيرا من الغاز الطبيعي. في نفس الوقت بيستخدم الغاز الطبيعي كوقود في المنازل والمصانع. بيقول ادرس الشكل التالي ثم أجب عما يأتي. طبعا الشكل ده برضو لينا واقفة كده معايا بسرعة. الشكل ده عبارة عن ايه؟ يعني عشان برضو اتخيل كده دي كده حاجات زي قالب الطوب كده يبقى دي كلها صخور. ايه اللي نازل منها ده؟ في حاجات نازلة منها وحاجات طالعة كده يبقى ديت. بيقول لي ماذا يمثل هذا الشكل؟ الشكل ده بيبين تتابع من الصخور. الصخور ديت فيها فراغ بالشكل ده كده في كهف او مغارة وفي نفس الوقت نازل منها كل الحاجات اللي نازلة من فوق ديت بتسمى هوابط واللي بتنمو من ارضية المغارة الاعلى تسمى صواعد. يبقى كهف او مغارة في تتابع من الصخور بيحتوي على هوابط وصواعد ايضا. ما العمليات الجيولوجية اللي ادت لتكوينه؟ طبعا العمليات الجيولوجية الكهوف والمغارات بتنتج من تأثير العمل الهدمي الكيميائي للمياه الأرضية المحملة بغاز ثاني أكسيد الكربون اللي أدت إلى ذوبان وتحلل الصخور الجيرية وتكوين كهوف المغارات، ثم ترسبت فيها رواسب كونت الهوابط والصواعد اللي بتتكون برضو من صخور جيرية ولكن صخور جيرية كيميائية النشأة. يبقى هنا حدث عملين: عمل هدمي كيميائي نتيجة تأثير المياه الأرضية المحملة في ثاني أكسيد الكربون، وعمل في نفس الوقت ترسيبي رصب الهوابط ورصب أيضا الصواعد اللي موجودة عندنا. بيقول لي قارن بين النظام المعين القائم وثلاثي الميل من حيث المحاور البلورية والزوايا البلورية. تعال نشوف برضو كده جدول المقارنة اللي عندي ده. نظام المعيين القائم عدد المحاور فيه كام؟ احنا هنا ده فيه 3 محاور بلورية مختلفة في الطول، بينما ثلاثي الميل برضو فيه 3 محاور بلورية مختلفة في الطول. طبعا هنا A لا تساوي B لا تساوي C، برضو هنا A لا تساوي B لا تساوي C، بينما الزوايا البلورية هنا في 3 زوايا متساوية متعامدة، ألف طبعا لا تساوي بيتا لا تساوي جاما. هنا في 3 زوايا مختلفة، 3 زوايا مختلفة غير متعامدة. في نفس الوقت هنا ألفا لا تساوي بيتا لا تساوي جاما. معنا اتصال من أسماء من الجيزة. أهلا وسهلا بك يا أسماء. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة بنتي، كل سنة وانت طيبة، ويا رب يا رب رمضان الجاي تبقى في أحلى كلية يا رب. يا رب. ماشي مستر، كان عندي أسئلة. اتفضلي. ماشي، سؤال عللي. أيوة. بعض الحيوانات الصحراوية. بعض الحيوانات الصحراوية لا تقرب المياه طيلة حياتها. لا تقرب الماء طيلة حياته. ايوه. وفي نقطة تاني، للبيئة الصحراوية كائنات حية مميزة. للبيئة الصحراوية كائنات حية مميزة. ايوه. وفي سؤال تاني، كيف يتكيف كل من مياه البيئة الصحراوية؟ كيف يتكيف كل من؟ ايوه تفضلي. الغزلان وثعالب الفنك. ثعالب الفنك. في اي استفسار تاني؟ لا كده، شكرا مستر. يلا تابعيني بقى عشان تسمعي اجابات اسئلتك. طبعا بعض الحيوانات الصحراوية لا تقرب الماء طيلة حياتها. طبعا ليه؟
تكيفت لذلك حتى تحصل على الماء بطرق مختلفة لندرة الماء وانتشار الجفاف في البيئة الصحراوية. فنجد أن مثلا ثعلب الفنك والثعابين تحصل على الماء من دم فرائصها، كما أن اليربيع تحصل على الماء من أوراق وبذور النباتات العصارية الموجودة في البيئة. البيئة الصحراوية كائنات حية مميزة، طبعا كلنا بنعلم ان الظروف اللي اتوضعت فيها الكائنات اللي موجودة في البيئة الصحراوية لابد ان تتحمل مجموعة من الظروف الصعبة، فبنقول لان هذه الكائنات يجب ان تتحمل الجفاف والحرارة الشديدة المرتفعة نهارا والبرودة الشديدة الموجودة ليلا، في نفس الوقت تستطيع ان تتحمل نقص الماء والظروف المناخية الصعبة اللي بتتواجد في الصحراء. كيف يتكيف الغزلان؟ الغزلان حيوانات ثديية طبعا، عشان ما يعني ما تفقدش مية كتير من جسمها، بنجد ان هي بتنشط ليلا او في الصباح الباكر، في نفس الوقت يقل او يشح عرقها وتبولها حتى لا تفقد قدر كبير من الماء خلال حياتها اليومية. اما ثعالب الفنك فتكيفها كالتالي، كلنا بنعلم ان ثعلب الفنك لديه حواس حادة، حس حاد في السمع والبصر والشم، في نفس الوقت بنجد ان هذا الثعلب لديه اذن كبيرة او طويلة نسبيا حتى تساعده على تجميع الموجات الصوتية وتساعده في فقد الحرارة من جسمه عند بذل مجهود شديد. كما ان ثعلب الفنك كما اشرنا منذ قليل يحصل على الماء من دم الفرائس اللي بيتغذى عليها، يحصل على الماء من دم فرائصه. نرجع كده نشوف برضو سؤال اخر ابنائنا بناتنا الاعزاء، بيقول لي كده اذكر اهمية كل من الحفرية المرشدة. الحفرية المرشدة في نفس الوقت مقياس ريختر. عايزين نأكد برضو كده على أهمية الحفرية المرشدة. الحفرية المرشدة عن طريقها بنقدر ندرس تطور الحياة والكائنات الموجودة عندي في طبقات الصخور، نقدر نعرف ظروف البيئة القديمة اللي كانت تعيش فيها هذه الكائنات، هل هي كائنات برية أم أرضية، في نفس الوقت بتساعدنا على تقدير عمر الصخور المختلفة. أما جزئية بقى مقياس ريختر، فهذا المقياس يستطيع أن يقيس قدر الزلزال أو يستطيع أن يقيس الكمية الكلية للطاقة المنطلقة عن مصدر أي زلزال. نرجع لسؤال آخر أبنائنا بناتنا الأعزاء، بيقول لي تخير أحد السؤالين ألف أو ب ثم وضح ماذا يحدث عنده. تبخر المياه من بحيرات مقفولة أو شبه مقفولة أو من السباخات الساحلية. نتيجة تبخر المياه طبعا كل ما بتتبخر المية كل ما تركيز الأملاح في المحلول بيزداد، مع زيادة تركيز الأملاح في المحلول تبدأ في الترسيب، وعندما تترسب تتكون رواسب المتبخرات الكيميائية مثل ملح الطعام أو الهالايت اللي هو تركيبه كيميائي كلوريد صوديوم، أو الجبس وهو كبريتات كالسيوم مائية، أو الأنهيدرايت وهو كبريتات كالسيوم لا مائية. تعال نشوف كده سؤال آخر، يقول لي ملامسة الصخور الرملية الكتلة من الصهير. ملامسة الصخور الرملية الكتلة من الصهير بيؤدي إلى حدوث عملية تحول حراري هنا لهذا الصخر. الصخور الرملية ديت نتيجة تعرض الكوارتز اللي فيها لدرجات حرارة عالية بيتكون صخر متحول كتلي يسمى الكوارتزايت، ونجد أن نسيج حبيبي وبلوراته تصبح أكثر تبلورا. شوف سؤال آخر، اختر الإجابة الصحيحة. مديني الذهب عنده بريق فلزي الكاولونايت، بريق أرضي الفلسبار، كتب لي عليه نقط كده، ومديني مجموعة اختيارات. بيقول لي بيدخل في صناعة الخزف، أحد المعادن المكونة للجرانيت، له بريق لؤلؤي، يتحلل كيميائيا لمعادن الكاولونايت.
طبعا من الواضح ان هنا في الاختيارات ان هو بيتكلم عن خاصيه واحده بس، هنا خد بريق الذهب فلزي بريق الكاولينايت ارضي، يبقى اكيد الاجابه هنا ماليش دعوه باستخدامه في صناعه الخزف، ماليش دعوه بانه بيدخل في صخر الجرانيت او تحلله الكيميائي للكاولينايت، وان كانت دي كلها معاد او صفات مميزه لمعدن الفلسبار، ولكن الاجابه هنا هتبقى له بريق لؤلؤي، لان احنا زي ما اكدنا ان احنا بنتكلم في خاصيه واحده اللي هي خاصيه البريق. نشوف سؤال اخر يقول اكتب المصطلح العلمي تحلل الصخور تحت تاثير الامطار المحمله بثاني اكسيد الكربون. تحلل الصخور تحت تاثير الامطار المحمله بثاني اكسيد الكربون، طبعا ده عمليه الكربنه على طول، عمليه الكربنه اللي تؤدي الى هي احد عوامل تؤدي الى تحلل الصخور على طول في التجويه الكيميائيه. اذكر اهميه الجذور التي تمتد افقيا تحت سطح التربه في البيئه الصحراويه. كلنا بنعلم ان النباتات الصحراويه حتى تعيش في الماء تمتد بعض جذورها افقيا بالقرب من سطح الارض حتى تحصل على قطرات الندى في الصباح الباكر وتحصل على نصيبها من الماء في هذه البيئه الفقيره فعلا في الماء. يبقى الاجابه هنا حتى تحصل على الماء الذي تحتاجه من قطرات الندى في الصباح الباكر. علل: لا يوجد التقويم الجيولوجي كاملا في مكان واحد. لا يوجد التقويم الجيولوجي كاملا في مكان واحد. طبعا برضو بنأكد كده ليه ما وجدناش كل الأزمنة والعصور الجيولوجية متجمعة في مكان واحد؟ نتيجة وجود فترات انقطع فيها الترسيب وفترات أخرى تأثرت فيها الصخور والمناطق المختلفة بعوامل التعرية، وحدث هذا نتيجة حدوث ظاهرة تسمى ظاهرة عدم التوافق. عدم التوافق هو اللي جعل العمود الجيولوجي كله لا يتواجد في مكان واحد زي ما أشار. نرجع كده سؤال آخر أبنائنا بناتنا الأعزاء، بيقول لي هنا أذكر اسم المعدن الذي تدل عليه العبارة الآتية: المعدن الذي لا يخدش الزفر وتخدش العملة النحاسية في مقياس موس. معدن في مقياس موس، خلي بالكم لا يخدش الزفر، يعني معنى كده ده صلابته الصلادة بتاعته أكبر من صلادة الزفر، يعني قيمة صلادته أكتر من 2.5 على طول. الزفر ما قدرش عليه لكن العملة النحاسية قدرت تخدشه، يبقى ده الصلادة بتاعت العملة النحاسية 3.5. طيب انا كده لازم القيمة بتاعت تتراوح ما بين 3.5 و2.5. انهي معدن في مقياس موس صلادته من 2.5 ل3.5؟ احنا خدنا التلك صلادته 1، جبس صلادته 2، يبقى رقم 3 عندي اللي هو معدن الكالسايت. يبقى الاجابة هنا هتبقى معدن الكالسايت على طول. نرجع كده مع بعض سؤال اخر ابنائنا بناتنا الاعزاء، تخير الاجابه عن الف او ب ثم قارن بين الاسمده العضويه والاسمده الكيماويه من حيث الاثر، وفي نفس الوقت الراي في مناطق الاعشاب والراي في مناطق الشجيرات والاشجار. تعال نشوف كده مع بعض. الاسمده العضويه كلنا بنعلم انها تنشط عمل الكائنات الموجوده بالتربه، وفي نفس الوقت تدخل في سلاسل الغذاء وتكسب التربه خواص فيزيائيه مرغوبه، بينما الاسمده الكيماويه مالها بقى؟ اكدنا ان هي بتعمل على تدهور التربه وفي نفس الوقت جعلها اكثر تعرضا للانجراف. يبقى ده كده التاثير هنا تاثير بالنفع، هنا تاثير بالضرر. اما الرعي في مناطق الاعشاب كنا بنقول ده بيؤدي الى تاكل الغطاء النباتي وسياده الانواع غير المستساغه او غير المرغوبه اللي الانواع الحيوانات ما قدرتش تتغذى عليها، لا انتشرت وزادت في البيئه ديت. اي كائن كمان يقدر يكمل دورة حياته في فترة وجيزة برضو بيسود وبينتشر على طول، بينما الراعي قلنا هنا في مناطق الاعشاب ايضا الحيوانات اللي ادت ان هي تكمل دورة حياتها في فترة وجيزة لا تتمكن الحيوانات من القضاء عليها، عشان كده بتنتشر في البيئة. الراعي في مناطق الاشجار والشجيرات كان بيؤدي الى زيادة عدد وحجم الاشجار والشجيرات بسبب ازالة الاعشاب اللي كانت بتنافسها في الماء والغذاء. نرجع لسؤال اخر ابنائنا بناتنا الاعزاء، بيقول لي كده ادرس الشكل التالي ثم اجب عما ياتي. طبعا برضو لينا واقفه مع النوعيه دي من الاسئله، هو بيقول لي ماذا يمثل الشكل واحد. قبل بس ما نشوف ماذا يمثل الشكل واحد تعالوا نقرا الشكل ده بصوت عالي شويه. احنا عندنا في جزء
سمك كبير بالشكل ده كده، وده تحت الطبقة العليا من الوشاح، يعني كاتب لي ان الجزء اللي تحت ده كل المنطقة دي اسمها الاسينوسفير او الجزء العلوي من الوشاح. اللي سمكه كبير دايما يبقى انا معاه قشرة قارية على طول، جسم قارة عندنا. طيب واللي سمكه قليل بالشكل ده كده، احنا واخدين اللي سمكه قليل ده قشرة محيطية، لان بيصل سمكها من 8 ل 12 كيلو، بينما الاكثر سمكا قشرة قارية لانه بيصل سمكها الى كام؟ الى 60 كيلو متر. طيب انا شايف هنا ان القشرة القارية والقشرة المحيطية متصلين ببعض، مفيش كسر ما بينهم، مفيش فاصل ما بينهم، كلهم كتلة واحدة اهو. طب ده بيدل على ايه؟ ان ده كده على طول هيبقى واحد واتنين، دول كلهم لوح واحد فقط لا غير، بيسمى لوح قاري محيطي في نفس الوقت. احنا كنا واخدين الواح التكتونية يا جماعة، بعضها الواح قارية بعضها الواح محيطية بعضها الواح قارية محيطية. طيب اللوح اتنين من نفس، شايفين المنطقة دي كده لوح اخر اهو. طب انا عرفت ان ده لوح اخر ازاي؟ شايفين كده من عند حد منطقة حيد وسط المحيط، دي منطقة فاصلة بين لوحين على طول، ومنطقة اندساس اخرى عندي يعني. يبقى ده كده لوح اخر محيطي بهذا الشكل، انسانكو برضو قليل. طيب الكتلة دي كده، الكتلة الصخرية دي كلها، دي كلها برضو عبارة عن لوح واحد. طب اللوح الواحد ده عبارة عن ايه؟ برضو الجزء ده جسم قارة، والجزء دوت هنا لوح محيطي اخر. يعني الجزء ده نقدر نسميه قشرة محيطية، ودي قشرة قارية، الاتنين ملتصقين ببعض في صورة لوح تكتوني واحد قاري محيطي بهذا الشكل. يبقى لو جه سألني ايه عدد الالواح اللي قدامي ديت، هقول ده لوح وده التاني وده التالت بالشكل ده كده. قدرنا كده نعرف جزئية ازاي نقدر نشوف عدد الالواح. نرجع بقى لأسئلة السؤال ده، ماذا يمثل الشكل واحد عندي؟ الشكل واحد ده زي ما اتفقنا ده جزء سمكه كبير يعلو منطقة الوشاح العلوي، يبقى هذه المنطقة هي قشرة قارية على طول. طب بيقول لي كده سؤال اخر، ماذا يمثل الشكل اتنين؟ الشكل اتنين ده كده جزء سمكه قليل بالشكل ده كده، يبقى دي قشرة محيطية على طول. ماذا يمثل الشكل تلاتة؟ الشكل تلاتة ده كده منطقة باين جدا ان حدث من عندها حركة تباعدية، والمنطقة دي على شكل حيد او انسناب بالشكل ده كده مرتفع لأعلى. يبقى دي المنطقة دي تسمى منطقة حيد وسط المحيط على طول، وشايفين من عندها في حركة تباعدية، السهم هنا واضح والسهم هنا واضح. سؤال اخر بيقول لي ما نوع القوى الناشئة عن تيارات الحمل الموضحة عندي هنا؟ طبعا دي تيارات الحمل هنا، طبعا تيارات حمل صاعدة كونت حيد وسط المحيط، وزي ما احنا قلنا عند حيد وسط المحيط بيحدث حركة تباعدية للألواح، التباعد ده نتج نتيجة تأثير قوة شد. يبقى هنا نوع القوة اللي في المنطقة ديت عند هذه الحركة التباعدية في الألواح قوة شد، أدت لشد اللوحدة في هذا الاتجاه وشد اللوحدة في هذا الاتجاه. نرجع لسؤال آخر أبنائنا بناتنا الأعزاء، بيقول لي ادرس الشكل التالي ثم أجب. ماذا يمثل رقم واحد في النظام البيئي البحري؟ تعالوا نشوف. ده أنا عندي كده عناصر معادن مية هواء، المفروض اللي بياخد الحاجات دي من عندي من الأرض كائنات منتجة. طب أنا عندي مين الكائنات المنتجة في النظام البيئي البحري؟ تسمى بلانكتون نباتي أو هائمات نباتية، دي عبارة عن طحالب، عبارة عن طحالب ونباتات بحرية طبعا عندها كلوروفيل تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي. يبقى ده في النظام البيئي البحري هنسميه البلانكتون النباتي او الهائمات او العوالق النباتية مثل الطحالب والنباتات البحرية. بماذا تتسم الكائنات رقم 3 في النظام الصحراوي؟ يا ترى مين الكائنات رقم 3 دي؟ دي كده دي كده اكلات لحوم، اكلات لحوم في الصحراء لسه مأكدين عليها من شوية، كان لديها حواس حادة جدا في السمع في الشم في التذوق، استطاعت ان هي زي ثعلب الفنك تتغلب على ندرة ونقص الماء. ازاي مرة تاني؟ انها بتحصل على الماء من دم الفرائس اللي هي بتتغذى عليها. لو جينا شفنا برضو سؤال اخر ابنائنا بناتنا الاعزاء، بيقول لي كده تخير الإجابة عن ألف أو ب ثم عرف الانتحاء، التواقط الضوئي. طبعا الانتحاء هو الحركة
الموقعية للنبات دون انتقاله من مكانه نتيجة النمو في اتجاه يحدد موقع مؤثر من النبات. طبعا النبات هنا بيتحرك حركة موضعية. السبب الرئيسي في حدوث انتحاء زي ما اكدنا هو وجود مؤثر بيؤثر على تركيز الاكسينات الموجودة في ساق النبات او في جذر النبات. نرجع كده مع بعض. اما التوقت الضوئي فهو العلاقة بين فترة الاضاءة وفترة الاظلام اللي بيحصل عليها النبات اللي بيتعرض ليها النبات بالتعاقب كل كام مرة تاني؟ كل 24 ساعة. العلاقة بين فترة الاضاءة اللي بيحصل عليها النبات وفترة الاظلام اللي بيتعرض ليها النبات ايضا بالتعاقب كل 24 ساعة. تخير الإجابة عن ألف أو ب ثم علل. بيقول لي خاصية الصلادة تستخدم في تمييز الأحجار الكريمة الطبيعية. ليه بقدر أعتمد على الصلادة في التمييز بين أحجار الكريمة الأصلية من المقلدة؟ طبعا عن طريق خاصية الصلادة. جماعة احنا أخذنا أحجار الكريمة الأصلية ديت صلادتها أعلى من 7.5 غالبا، بينما الأحجار المقلدة صلادتها أقل من 6. لذلك نقدر عن طريق حاجة زي مثلا قطعة من الكوارتز، عن طريق لوح المقدش الخزفي اللي احنا نقدر نستخدمهم في التمييز بين أحجار الزينة الأصلية من المقلدة. يبقى مرة تاني، ان احجار الزينة الاصلية صلادتها غالبا اكبر من 7.5، بينما احجار الزينة المقلدة صلادتها غالبا اقل من 6، عن طريق لوح المقدش الخزفي اللي صلادته 6.5 او قطعة من الكوارتز نقدر نميز ما بين الاتنين. سؤال اخر بيقول لي البترول لا يصنف من المعادن. البترول لا يصنف من المعادن. طبعا احنا اخذنا ان المعدن ليه شروط محددة. المعدن لابد ان يكون مادة، المادة ديت صلبة غير عضوية، لابد ان يتكون في الطبيعة ولو تركيب كيميائي محدد وشكل بلوري مميز. لما بيقول البترول ليه بقى مش معدن، هنبتدي ننفل التعريف اللي احنا اخذناه للمعادن على طول. فقول لي انه سائل في نفس الوقت من اصل عضوي، اي نعم تكون في الطبيعة لكن لا يوجد له تركيب كيميائي مميز، او طبعا لا يوجد له شكل بلوري لانه سائل. نشوف كده سؤال اخر ابنائنا بناتنا الاعزاء. بيقول تخير احد السؤالين الف او ب ثم وضح ماذا يحدث عندما يقابل النهر الكهل طفوحات بركانية تزيد من حضار مجرى. طبعا وجود طفح بركاني يعترض مجرى نهر كهل يجعل على طول سرعة المية بتزيد. هنا الطفح البركاني ده بيعتبر عائق بيجعل سرعة الماء تزداد في المجرى، وبالتالي يبدأ النهر يضغط في النحت من جديد ويعمق مجراه ويصبح هذا النهر نهر متصابي أو مجدد لشباب. قد يكون طبعا شرفات نهرية على جانبيه على طول. يبقى مرة تاني هنا إلا يحصل الطفوحات البركانية بنعتبرها عائق. العائق ضغط بيجعل تيار الماء يزداد سرعة، يجعل النهر يبدأ في النحت من جديد. لما بينحت في مجراه بيزداد المجرى عمقا، وفي نفس الوقت هنا النهر ممكن يكون على جانبيه شرفات نهرية. تعرض صخر الجرانيت للتجوية الكيميائية. طبعا صخر الجرانيت أكدنا أنه كان بيتكون من مجموعة معادن الكوارتز لا يتأثر، بينما معادن المايكا تتحول إلى معادن الطين. أما الفلسبار البوتاسي بنجد أنه بيتحول إلى معدن الكاولينايت. فلسبار البوتاسي بيتحول لكاولينايت. أخذنا المايكا بتتحول لمعادن طين. الكوارتز لا يتأثر، وبالتالي الجرانيت هنا بيسهل تأكله على طول، والبريق بتاعه طبعا هنا بيبقى مطفي على طول، بينطفئ لونه بمرور الزمن. سؤال آخر أبنائنا بناتنا الأعزاء. اختر الإجابة الصحيحة. الكريبتوزوي اسم بيطلق على كريبتوزوي اسم بيطلق على دار الحياة غير المعلومة، أم دار الحياة المعلومة، أم عصر ظهور الإنسان، أم عصر سيادة الزواحف العملاق. طبعا في سؤال زي كده احنا عارفين الكريبتوزوي ديت تعبر عن ظهر الحياة الغير معلومة، بينما الفانيروزوي ظهر الحياة المعلومة. طبعا ما عليناش عصر ظهور الإنسان خالص، ولكن احنا علينا حقبة ظهور الإنسان هي حقبة الحياة الحديثة، عصر سيادة الزحف العملاق والعصر الجوراسي. فالإجابة هنا مرة تاني ظهر الحياة غير المعلومة.
اكتب المصطلح العلمي للعبارة التالية: حالة من التوازن بين سلاسل الجبال مع ما يجاورها من سهول ومنخفضات. حالة من التوازن بين سلاسل الجبال مع ما يجاورها من سهول ومنخفضات. طبعا دي بتعبر عن التوازن الايزوستاتيكي. التوازن الايزوستاتيكي. فسر ما يلي: يتم اهدار نسبة كبيرة من الطاقة في سلاسل الغذاء البحرية. ليه بيحدث اهدار نسبة كبيرة من الطاقة في سلاسل الغذاء البحرية؟ طبعا كلنا بنعلم ان سلاسل الغذاء البحرية تتميز بطول السلسلة تعدد حلقاتها، يبقى بسبب طول السلسلة تعدد حلقاتها، وما ينتقل من الطاقة من حلقة لأخرى لا يزيد عن 10%. يبقى الإجابة مرة تاني: بسبب طول السلسلة تعدد حلقاتها وما ينتقل من حلقة لأخرى لا يتعدى 10% فقط لا غير. سؤال آخر بيقول لي هنا: بناء على ما درسته في دورة الصخور أكمل بيانات هذا الشكل. يبقى كده بدل ما يجيب لي دورة الصخور كاملة اديني كده جزئيات صغيرة منها، فنقرأ برضو الجزئيات ديت عشان ما نقعش في أي جزئية منها. يقول أكمل بيانات هذا الشكل: أنا عايز رقم واحد. واحد دي عبارة عن إيه؟ مجمع حصل لها تصلب، معنى إن هي تصلبت بالشكل ده كده هتكون صخور نارية. بس هنا في حاجة، أنا عندي بيقول لي مجمع ولا لافا؟ أفكر برضو كده، لو قال لي لافا تبقى صخور نارية سطحية، مجمع تبقى صخور نارية تحت سطحية على طول. طيب الصخور دي تعرضت لضغط وحرارة، معنى إن تعرضت لضغط وحرارة يبقى هيكون صخور متحولة على طول. بس في حاجة برضو، هو قال لي ضغط وحرارة، يبقى برضو لازم أأكد على صخور متحولة. أنهي صخور متحولة اللي اتكونت بالضغط والحرارة؟ هي صخور متحولة متورقة. صخور متحولة متورقة، عارفين لو كتب لي حرارة بس يبقى كنت أقول له هنا صخور متحولة كتلية. تعرية وترسيب، مع التعرية والترسيب إيه اللي بيحصل بقى كده معايا؟ بتتكون طبعا رقم ثلاثة، ديت الصخور حصل لها تفتيت وترسبت تتكون رواسب على طول. يبقى ثلاثة دي تعبر عن الرواسب، بينما الرواسب ديت عشان تكون صخور رسوبية يبقى هنا لازم يحصل لها تماسك أو تصخر أو تحجر على طول. يبقى الإجابة هنا تصخر أو تحجر عشان الرواسب ديت تتحول إلى صخور رسوبية. نشوف سؤال آخر أبنائنا الأعزاء بيقول لي هنا: كيف يمكنك التعرف على التربة المنقولة؟ ازاي نقدر نتعرف على التربه المنقوله؟ في شويه خواص تتميز بها التربه المنقوله، تعال ناكد كده عليها بسرعه. بيقول لي تتميز التربه المنقوله بايه بالظبط بقى؟ ان هي تفككت في مكان ثم نقلت لمكانها الحالي في نفس الوقت، تتكون في اغلب الاحيان، بتختلف في اغلب الاحيان عن الصخر الاصلي اللي بتقع فوقه في التركيب الكيميائي. غالبا ما تركيبها بيختلف عن الصخر الاصلي اللي موجود عندي في المنطقه ديت. في نفس الوقت بتختلف في النسيج وملهاش نسيج متدرج. ليه؟ لو ليها نسيج متدرج كانت اصبحت تربة وضعية، لكن هنا بتختلف في النسيج، نسيجها غير متدرج. في نفس الوقت الحبيبات بتاعتها الحصى اللي فيها دايما بيبقى حصى مستدير الشكل، لان زي ما قلنا دي تربة منقولة نتيجة عملية النقل. الحواف بتاعت الحبيبات اللي في التربة دي بتتآكل بمرور الوقت ويتغير شكلها للشكل المستدير. يقول لي اذكر 4 من الاثار السلبيه للقطع الجيل للاشجار. 4 من الاثار السلبيه للقطع الجيل للاشجار. طبعا هو عايز 4، عندي اكتر اكتب واكد برضو على تميزي هنا. نقص كميه المواد الاوليه اللازمه لكثير من الصناعات، زي مثلا الاخشاب، الالياف الصناعيه، الورق، الحاجات اللي هي الخامات اللي بستخدمها في الصناعات المختلفه اللي عندنا. في نفس الوقت الكائنات اللي كانت بتعيش في المناطق اللي فيها اشجار ديت يحصل لها تشرد، تشرد الحيوانات اللي بتستوطن الغابات، ده بيؤدي الى انقراض بعض الانواع دي. في نفس الوقت تدهور التربه والنبات الطبيعي نتيجه تعرض المنطقه لعوامل الجفاف بعد ازاله هذه الاشجار. تعرض المناطق المحيطة بالغابات المستنزفة ديت لأخطار السيول والرياح. طبعا المنطقة اللي كان الأشجار هنا بتعمل كحائط صد ضد السيول ضد الرياح، لا خلاص اتشالت، يبقى المناطق دي كلها تتعرض للأخطار على طول. طبعا بنقول من أهمية الأشجار ان هي بتنقي الجو من ثاني أكسيد الكربون. طب ما فيش أشجار يبقى ارتفاع درجة الحرارة نتيجة زيادة ثاني أكسيد الكربون.
في نفس الوقت القضاء على النظام الإيكولوجي اللي موجود في المنطقة. طبعا دي كلها أثار أكتب، هو عايز أي أربعة منهم، كتبت خمسة كتبت ستة، أكدت أن أنت هنا تستاهل الدرجة كاملة، عشان برضو لو في أي جزئية ناقصة في التعبير شوية ولا حاجة ناقصة في كلمة الكلام بتاعها غامض مش واضحة للمصحح ما ينقصكش نص درجة، وإحنا في عرض أي نص درجة. سؤال آخر بيقول لي أكتب برضو، تخير احد السؤالين وما النتائج المترتبه على، بيقول لي كده تحريك معدن الأوبال امام عين الانسان في الاتجاهات المختلفه. ايه اللي يحصل؟ محرك معدن الأوبال امام عين الانسان في الاتجاهات المختلفه. طبعا عارفين ان معدن الأوبال عنده نسيج اليافي، الياف كلها جنب بعضها. ايه اللي بيحصل لما بحرك المعدن ده امام العين؟ تظهر فيه خاصيه اللألاء او خاصيه عين الهر، فيتموج نسيجه الأليافي باختلاف اتجاه النظر إليه ويعطي بريق عالي. طبعا هنا برضو تعرض معدن الكوارتز لطاقة، الطاقة دي إشعاعية عالية. الطاقة الإشعاعية دي هتعمل إيه يا جماعة؟ كلنا بنعلم الطاقة الإشعاعية دي بتكسر بعض الروابط بين ذراته، لما تكسر بعض الروابط بين ذراته على طول بيتغير لونه ويصبح لونه على طول رمادي أو مدخن. طبعا هنا دي سبب من الأسباب برضو اللي بتؤدي إلى تغير لون معدن الكوارتز في الطبيعة. سؤال آخر بيقول اختر الإجابة الصحيحة. ظاهرة أسر الأنهار من الظواهر المميزة لمرحلة إيه النهر؟ هل شباب أم نضوج أم شيخوخة أم تصابي؟ طبعا كلنا بنعلم أن أسر الأنهار هي ظاهرة تحدث للنهر الشاب، يبقى مرحلة هنا الشباب ما تنفعش النضوج. طب ليه ما تنفعش النضوج؟ احنا واخدين ان النضوج كان بيتميز بالالتقاط والتعريج وفي نفس الوقت البحيرات القوسية، ما تنفعش الشيخوخة كانت بتتميز بوجود الدلتوات، ما ينفعش التصابي كانت بتتميز بوجود الشرفات النهرية او الاسرة النهرية. سؤال اخر بيقول اشرح هذه العبارة. اذا اراد الانسان ان يغوص في البحر الى عمق 110 متر فإنه يتعذر عليه ذلك بدون جهاز غطس أو جهاز مخصص للغطس. طب إشمعنى؟ إحنا كنا بنقول يا جماعة لأن الضغط الواقع على الإنسان كلما غاص في الماء إلى أسفل بيزداد بمعدل 1 ضغط جوي لكل 10 متر عمق، لأن الضغط الواقع على الإنسان يزداد بمعدل 1 ضغط جوي لكل 10 متر عمق. طيب إحنا هنا على عمق 110 متر، ده معناه ان هو هنا يتعرض على 110 على 10 زائد 1 يبقى كده يتعرض ل 12 ضغط جوي، دي تصيب جسمه بالضرر. اللي ممكن يحميه من الضرر ده الأجهزة المخصصة للغطس. اكتب المصطلح العلمي للعبارة التالية. ازالة الطبقة العليا من سطح التربة لاستخدامها في صناعة الطوب. إزالة الطبقة العليا من سطح التربة لاستخدامها في صناعة الطوب ديت بنعني بها تجريف التربة على طول. فسر الجروف البحرية. كلنا بنعلم إن الجروف مثال لعمل هدم للبحار، فهي تتكون نتيجة العمل لهدم الأمواج البحار المحملة بالفتات الصخري عندما تنحت في الساحل عندنا. تعال نشوف كده برضو مع بعض. سؤال آخر بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. أي من الأشكال الآتية يعتبر مثال للنحت المتباين؟ ومديني مجموعة أشكال. طبعا الشكل الأولاني ده أنا شايف كده طبقات من الصخور فيها كسر معاه حركة. طبعا الشكل ده كده فارق ذو حركة أفقية. دي كده الظاهرة دي كده في صخور صلبة وتحتها صخور رخوة متآكلة. الشكل ده بيعبر عن مصاطب. طبعا هنا فيه نوع من الكثبان الرملية الهلالية بالشكل ده كده، وهنا في مساقط مياه، طبقات صلبة وطبقات رخوة. طب انا كده ابتدي احدد بقى يا ترى مين في دولة مثال لنحت متباين. طبعا هنا الفارق ما فيهاش نحت متباين، يبقى 1 و3 دي لا ما تنفعش خالص. طب 1 الفارق ما فيهاش، يبقى كده دي كده ما فيهاش نحت متباين. 2
وتلاتة اتنين دي المناصات بمثال النحت متباين، لكن هنا دي عمل بنائي يبقى اتنين وتلاتة دي برضو ما تنفعش. الاجابة الاصوب هنا اتنين واربعة على طول، يبقى الاجابة الادق هنا قول اتنين واربعة المصاطب ومساقط المياه. طبعا مثالين للنحت المتباين، دي نحت متباين للرياح وديت نحت متباين للمياه الجارية نتيجة اختلاف الصخور في القاع. بيقول ادرس الشكل التالي ثم اجب عما ياتي. اذكر التراكيب الموجوده بالرسم. ده كده انا هقف وقفه بقى، ده كده في طبقات والطبقات دي انحنت لاسفل، يبقى دي طيه مقعره وجنبها طيه محدبه بالشكل ده كده. ده كده في طيه محدبه وطيه مقعره، ده في حاجه هنا يعني معنى كده طيه محدبه جنب مقعره، يبقى الاتنين دول طيه متصله مقعره ومحدبه. في تركيب تاني بيقول لي هنا شايفين السطح ده كده، ده كده ده تحتيه طبقات مائله وفوقيه طبقات افقيه. يبقى في عندي من ضمن التراكيب في سطح عدم توافق، وده سطح عدم توافق نوعه ايه يا جماعه؟ طبعا انا شايف طبقات مائله تحت وطبقات افقيه فوق، يبقى ده سطح عدم توافق زاوي على طول. بيقول لي فسر التركيب الذي يفصل مجموعتي الطبقات، كانه عايزني افسر التركيب ده اللي هو عدم التوافق الزاوي. هنقول له هنفسر هنا ان اختلف ميل الطبقات، فالطبقات الاقدم مائلة والطبقات الاحدث افقية، لذلك تكون بينهما سطح يسمى سطح عدم توافق زاوي. سؤال اخر ابنائنا بناتنا الاعزاء بيقول لي اذكر اشكال الصخور البركانية السطحية. اذكر اشكال الصخور النارية البركانية السطحية. تعال نشوفها كده مع بعض بسرعة. الصخور البركانية في منها الطفوح البركانية، وديت بتأخذ شكل مثل أشكال الحبال أو الوسائد، بأكد على الحبال وليس الجبال، النقطة هنا تفرق معايا كتير. المواد المواد النارية طبعا الفتاتية اللي هي بتنتج من تكسير أعناق البراكين، وهي عبارة عن البريشيا البركانية والرماد البركاني. في كمان عندنا رقم 3 المغزوفات او القنابل البركانية. طبعا دي كلها اشكال للصخور النارية السطحية. نرجع لسؤال اخر بيقول لي قارن بين الزلازل البركانية والزلازل التكتونية. الزلازل البركانية والزلازل التكتونية. طبعا كلنا بنعلم الزلازل التكتونية بيقول لي تحدث المناطق اللي بتتعرض فيها الصخور للتصدع نتيجة طبعا حركة الالواح التكتونية غالبا، وقلنا ده النوع الشائع هو ده النوع اللي هو بيحدث كتير في القشرة الارضية، بينما الزلازل البركانية هي النوع النادر عندنا بيرتبط حدوثها بالنشاط البركاني، وقلنا خلي بالكوا ديت هزات محلية لا يمتد تأثيرها في مساحات كبيرة على سطح القشرة الارضية. سؤال اخر بيقول لي تخيل الاجابة برضو ثم علل نشأة الاخدود العظيم. نشأة الاخدود العظيم طبعا عند نشأة الاخدود العظيم بنأكد هنا كيف تكون الاخدود العظيم لنهر كولورادو. بنقول نشأ نتيجة حركات ارضية بانية للقارات. نشأ نتيجة حركات ارضية بانية للقارات ادت لرفع منطقة صخرية لأعلى. هذه المنطقة لم تتعرض لأي تشوه، ولكن صخورها حدثت فيها طيات منبسطة امتدت على مساحات كبيرة. يمكن سعدت بصحبتكم أبنائنا بناتنا الأعزاء في لقائنا اليوم. هنكمل إن شاء الله العديد من الأسئلة في حلقاتنا القادمة إن شاء الله. بنشكر كل فريق الإعداد، ويا رب يا رب يا رب يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويرزقكم بأعلى الدرجات في الجيولوجيا وفي جميع المواد يا رب يا رب يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.